السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة ومناقشة ومناظرة جديدة من حلقات ومناقشات ومناظرة دور الستاشر السينمائي. والمرة دي مش بس سينمائي، ده سينمائي وأكلاوي ورمضاني. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم طيبين. انت طيب يا باشا. طيب يا باشا. ايه النور ده؟ ايه الهنا ده؟ الله يخليك. نورك يا دود. يعني لا مبسوطين جدا والله ان احنا نايل عليك كرسي المذيع هنا. ينفع؟ ينفع في ده؟ لا جدا. زي ما تكون بتعمل دور 16 ده من زمان والله. معلش اسفين على الدور 16 الاردحي بتاعنا. لا في اكل ولا في اطباق داخله ولا في اطباق خارجه ولا في شاي بصراحه، وفي ميه اكتر من كده صعبه. مستر حازم منورني. والله يخليك. مستر عمرو الشريف منورني. خليك. وحلقه النهارده هنتكلم فيها عن 16 فيلم بتوع اكل. يعني انا مش عارف الاقي توصيف احسن من كده. هم مش بيدوروا عن الاكل، مش الاكل مركزهم، مش ضروري في حاجات كده. في افلام الاكل مركزها بالكامل، صناعه المطاعم مركزها بالكامل، الدايت مركزها بالكامل، عربي على اجنبي على ما اعرفش مين. طلعنا في الاخر ب 16 فيلم هندخلهم في مناقشه دلوقتي بعد ما ذاكرنا جامد. ذاكرنا جامد، كان اسبوع حافل قعدنا اتفرجنا على افلام. والموضوع دوت انا بلوم فيه على فكره شريف نجيب وائل حمدي، لان هم اللي دخلوا دور ال 16 ده في عالم المذاكره. ومن ساعتها بقت قبل كل دور 16 لازم اقعد اتفرج على الافلام اللي انا ناسيها واذاكر واحضر واجهز وبتاع. بس عايز اقول لك حاجه، يعني كان من احلى التجارب اللي عشتها. جدا جدا ممتع. جدا جدا. لعلمك انا اتفاجئت بالموضوع دوت مؤخرا، انك تتفرج على فيلم عشان تتكلم عنه شيء، وعشان تتفرج على فيلم عشان بتحضر انك تتكلم عنه في جزء معين شيء تاني. بالظبط. وانك تخد تجربه، يعني تخد نفس اللون ورا بعض كده تتفرج عليهم كده مع بعض، قمه في المتعه. وخصوصا لو في الحته انت اصلا مركز فيها وبتتكلم فيها كتير، ففي حاجه ما كنتش شفتها قبل كده استمتعت بيها بشكل يعني غير طبيعي. وانا كمان جدا. خطيره يعني. بس يعني كميه الشيفات الانتحاريين اللي اتفرجت عليهم في الكاميرا كتير شويه. العصبيه وال فأتمنى أن أنتوا تستمتعوا بهذه الحلقة وتسلي صيامكم إن شاء الله. حلقتنا النهاردة للأسف ملهاش ملحق وراء زرار الجوين اللي هو عملية الاختيار، لأن احنا معانا 16 اسم بالظبط، ما كانش فيه مفضلة كتير قوي. طبعا في أفلام أكتر، في أفلام يصعب الوصول ليها، حاولنا في عدد من الأفلام ما لقيناهمش، ما عرفناش نوصل لهم. في حاجات حسنا أن العلاقة ما هياش مباشرة قوي، أبعد من اللازم، فقلنا لا مفيش، خلينا في الحاجات اللي أوضح شوية. وزي ما قلنا كده مصري على أجنبي، وإحنا جاهزين لإجراءات القرعة اللي قبل ما نخش فيها عايزين نفكركم بأن تدعموا الحلقة ديت باللايك، وطبعا اللينكات بتاعت حسابات وقنوات الشباب موجودة تحت في الديسكريبشن. هم مش محتاجين يعني دعم مني، ولكن محتاجين معلش. ولكن طبعا يعني اللي ما يعرفش مستر عمرو شريف واللي ما يعرفش مستر حازم يعني فايته كتير قوي قوي قوي. وتعرفنا انا ده انت غريب قوي يا جدع، غريب قوي يعني. عشان تدود يا باشا. يلا بينا نبدا القرعه. يلا بينا. اسحب لنا ماتش. ماشي. المباراه الاولى براحتك. المره شبه ان انتوا كلكم طلعتوا المايك. عشان يبقى الفوليوم المباراه الاولى اكس لارج. واحد من الافلام المصري اللي موجوده معانا فيلم اكس لارج يقابل هانجر. فيلم هانجر. جنسيته ايه هانجر ده؟ تايواني. تايلاندي. 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 هو مش صيني ومش ياباني، هو حاجه صيني. مستر عمرو مش كوري. وهانجر موجود على نتفليكس صح؟ يا جماعه الافلام اللي هنتكلم عليها النهارده دي كلها ترشيحات بشكل متفاوت، بس كلهم ترشيحات وحلوه. يب. راتاتوي. لا لا راتاتوي ممثل افلام الانيميشن معانا في القايمه. ده يقابل فيلم الطفوله ده. لا اضغط عليها من الجنب علشان تقابل. ايوه يا رب يبقى حاجه سهله شويه. خرج ولا ميعاد. دام. اوف. المباراه الثالثه. تقول لك ايه بقى المباراه الثالثه؟ بيرد. ايوه برادلي. أيوة. كوبر. يقابل هيطلع شيف انتحاري معاه.
فول الصين العظيم. شيف انتحاري قوي. المصري نزلوا ورا بعضهم دب دب دب. هو انا سمعت صوت حاجه بتقع. هو ده زيت ميه. اول مقفول مقفول. سيف سيف. طيب عندنا ذا منيو. ذا منيو. اوكي. و ذا فاوندر. اول رايت. حلو ده. حلو ده حلو ده حلو ده. بويلينج بوينت. بويلينج بوينت الفيلم الانجليزي المتميز جدا جدا سينمائيا يعني. مش هحرق تفاصيل دلوقتي. ولي وونكا. ولي وونكا اند تشوكلت فاكتوري. بنتكلم على الفيلم الاصلي 71. فيلم 71 اقدم نسخه بتاع اسمه ايجين وايلدر باين. المباراه التاليه. انا عايز اقول لك دخلت ابص على اي ام دي بي امبارح على الفيلم ده. يعني الناس اللي عايشه منه يتعدوا على الصبح. حتى الاطفال. العيال الصغيره. حتى الاطفال في منهم. واو. ده. نو ريزرفيشنز. نو ريزرفيشنز. كاترين زيتا جونز. ممكن اسمه ايه يا جماعه؟ ايرون ايكهارت باين. هو ايرون بس مش فاكر ايرون ايه. حاجه ايه؟ شيف. شيف. اوه. حبيب القلب ده. اوه ده ماتش صعب جدا يا لهوي مستر حازم. ما كنتش حابب ولا صعب ولا حاجه. ما كنتش حابب ان لا بالنسبه لنا ولا صعب ولا حاجه وانا الصراحه. طيب عندنا ذا بلاتفورم. ذا بلاتفورم ماشي. الدمويه. السوداويه والدمويه فعلا. و شوكولا. يا خبر ابيض. بس عامه الدمويه والعنف والبتاع والرقه والدلع لا بس الشوكولا برده ما كانش رقه ودلع برده كان يعني في جانب في جانب عبسي شويه. اخر ماتشين جوليا بينوش. جوليا نايس. الله الله. و ذا 100 فوت جيرني. ذا 100 فوت جيرني. انا في الاول خالص لما جيت سمعت او قريت الكتاب صعب قوي برضه كنت فاكر ان هي فود يعني اها بتاعت فود. لا ما اعتقدش دي مقصوده خالص. مش يعني ولا حتى اللعب على الكلمه يعني. وفقرتنا المعتاده هنرجع دول هنا. ماشي. السلام على النظام. برضه اللي عنده استوديو بيحس قلبه بيحس بال كنا نتوقع توقعين. انا وانا بتفرج قعدت فعلا بقى ايه انا عايز افهم مين الهيرو. لا خالص انا يعني وانت بتتفرج كنت قاعد تفكر في انت عايز مين اللي يكسب. لا يعني عمال اقول ايه عمال اقارن في دماغي بقى ده احسن لا ده احسن ايه غصب عني وبقى غير الاكل احنا بنقيم في ساعتها. انا ما عنديش هيرو صراحه خالص لان في حاجات كتير حلوه. صعب صعب صعبة والله صعبة صعبة جدا. أنا عندي فيفرتس ما عنديش فيفرت. أنا هجوز أنا هقول أنا كتبت أكتر فيلم لمسني يعني عرفت خلاص زغزغني عرفت ماشي. alright كالعادة ننصح الناس استخدموا الحلقة دي يا جماعة كبلاتفورم لأنكم تستمتعوا بوقتكم وتتسلوا في رمضان. شغلوا الحلقة وانتوا قاعدين مع أصحابكم وامشوا معنا ماتش بماتش واعملوا المناقشات وانبسطوا يعني. ويلا بينا نبدأ بالمباراة الأولى. إكس لارج يقابل هانجر. ادخل يا أحمد علي بالحاجات يا أحمد. أكل طيب. مين يحب يبدأ؟ ابدا انت بقى. ابدا انا فين بس انا ده انا المذيع. ابدا انا. يلا قول لي بتعملها تمشي بيها ازاي بتعمل زي ايه زي ما تحب عندك يعني بتمسك مثلا فيلم الاول تفصصه يعني انا حاسس ان احنا محتاجين نقدم الناس كلها عارفه اكس لارج اتصور محتاجين نقدم هانجر تمام
هو هانجر بالنسبه لي ما كانش حاجه جديده خالص، تمام، لان هو في كذا فيلم في الموجود في معانا يعني طرح افكار شبه كده. صحيح. فلو في حد اصلا شاف حاجات قبل كده من دي وجات شاف هانجر اقول لك يا عم يعني ايه الجديد. اكتر حاجه عجبتني او هانجر بشكل عام بيتكلم عن ايه لو ممكن الخصه يعني بسرعه، انه هو في ناس اللي بتشتغل بقى الشيفات الجامده اللي في المطبخ اللي بيسموه ايه فاين دايننج، الفاين دايننج المحترم ده، وفي بيناقش بقى فكره الطبقيه دي، فكره ان في كده وفي بقى الاكل الشعبي خالص اللي هو في الشارع. فهي فكره ان في واحده شغاله في المطعم الشعبي ده وبتاخد بقى تجربه انها تعيش الفاين دايننج اكسبيرينس في الشغل بقى الحاجات اللي حد رشحها يعني شاف من اكبر تم التقاطها واكتشفها يعني لانها تشتغل مع اكبر شيف حلو موجود في البلد. ايه المميز بالنسبه لي في هذا الفيلم؟ انه هو طريقه العرض بتاعت الموضوع مش يعني وقت تمثيل الصراحه مش ما جابش معايا سكه خالص. القصه نفسها ما حسيتش قوي ان هي يعني فيري يونيك مثلا، ولكن عجبني التطور الاحداث بسرعه، طريقه العرض، المونتاج، السسبنس اللي موجود في الموضوع، بيديك رموز يعني هو عايز مثلا يوريك قد ايه الموضوع مثلا ممكن يبقى صعب، فبيديك نموذج بسيط وسهل جدا يوصل لك المعلومه انت عايزها وخلاص، ما يقعدش بقى يعيد ويزيد في نفس المواضيع ومش ما فيش الملل ده خالص. فانا في الاول انطباعي الاول ليه كان وحش جدا، خصوصا ان هو زي ما احنا قلنا تايلاندي تقريبا. ما انبسطتش بيه في الاول؟ لا اللغه وكده، فانت اللي هو يعني انا مش ايه عايز اركز قوي عشان اسمع اقرا ترجمه كمان. فعلى ايه لما دخلنا جوه شويه خصوصا في حته عامل الواجيو وهي بتقطع الشرايح الرفيعه قوي، بتقطع شرايح الواجيو بعد كده بتحط بتعمل بقى تعمل الفليبايه دي اكبر كميه من الاكل المحروق اللي ممكن اكون شفته في حياتي ولذيذ جدا يعني. دي بقى خطفتني انا حاجه كده هو لا انا هكمل انا هكمل بتشوق كمان. فهنا خلاص هو سحبني معاه. وفعلا احنا عشان انا وحازم كنا في اليابان واحنا الواجيو احنا شويناه بنفسنا، فاحنا عارفين فعلا ان هو قد ايه هو يلمس بس النار كده ممكن فعلا يستوي. فهي فيها عايز تكنيك صعب وهي بتعمل على نار عاليه وفي بسرعه وبتاع وكميه، فانبسطت ان انت كده خلاص انت كده بقيت حبيبي خدني بقى سواحني معاك بقى. اوكي. فصرحت معاه شويه لحد الاخر يعني. فصراحه التجربه كانت قويه جدا. اوكي. عندك بريفرنس؟ انت عندك فايز في الماتش ده واضح؟ ولا لسه بتفكر؟ اكل وايز عندي بص طبعا. ما احنا بقى ايه عشان انا عارف الناس دايما هتقعد تسال لنا ده الاول وبعد كده هنختار ولا يعني ما انا لما لو هو عنده هقول له طيب ماشي يعني بس بقى ممكن ما يقولوش دلوقتي ونأجل شويه. بس هي الفكره فعلا فكره المقاييس، لان في ناس كتير هتقول انتوا بتقيسوا على ايه؟ على المشاهد بتاعه الاكل ولا اهميه الاكل جوه الموضوع ولا على الحبكه ولا على الفيلم ككل ولا على ايه بالظبط؟ انا بقول كالعاده احنا في عالم العبثيه والعشوائيه، اللي يعرف يكسب بحاجه يكسب، اللي يعرف يقنع اللي قاعدين بحاجه تعدي خلاص. قول لنا يا مستر حسن. اكس لارج تناول الجانب المظلم شويه من الاكل او من الشراهه او من الحلاوه، ان هو الباد سايد ان هو الاوبيسيتي او زياده الوزن او كده. يعني تناول الموضوع بشكل كوميدي بس جاب الاكل بالمنظور اللي ما يحببكش فيه، بالعكس فعلا. طبعا حس بالعكس، هو جاب لك مشاهد التعامل مع الاكل بالنسبه لي والله كانت حلوه. بس في النهايه ده انا فاهم واحد وصل الرساله ضد الأكل. ده بس مش لدرجه ان هو ادالك مشاهد اكل كرهك في الاكل. لا مش تكرهك في الاكل بس هو في المجمل، عشان احنا عندنا افلام هنا فيها مشاهد اكل تكرهك في الاكل. انت عندك هنا هو هنا يعني اكس لارج انت مش خارج منه اللي هو ايه عايز تروح تاكل، بالعكس ايوه انت خارج منه عايز ما عايز تروحش تاكل، عايز اخس يعني. انا بالنسبه لي فيلم تراجيدي، انا عمري ما حبيته يعني. اوف طبعا مش الدرجات. لا انا للدرجه انت مالك انت ليك شده. طيب بالنسبه لهانجر، انا بالنسبه لي الفيلم ده تطرق لنقطه قويه جدا، هي صراع ال لا الشيف الراجل الدارس الاكاديمي اللي اسمه تشيف بول. كان بول. والشيفات او الناس الطباخين اللي هم بيشتغلوا مثلا في اكل في احياء شعبيه او بتاع، وقد ايه انت هنا مثلا عندك تفاصيل في المطعم او في الاوتيل او بتاع صغيره قوي، هو هناك لا هو ما يعرفش عنها حاجه وما يسمعش عنها حاجه، زي مثلا
ان في ناس بيبقى عندهم حساسيه، الحساسيه تكاد تكون مميته مثلا. لا هو لا ده انت لازم تبقى عارف الشخص ده بيعاني من ايه، ولازم انت تبقى شارح كل طبق ده بيحتوي على ايه، بحيث لو حد عنده حساسيه منه. فالموضوع كان اكثر تعقيدا يعني. وبعدين في اخر الفيلم كان يعني هو حصل صراع بينهم، والبنت انفصلت عنه، والبنت ابتدت تكبر وبقوا زي بيواجهوا بعض، ان هما الاثنين بقوا شفات كبار بيواجهوا بعض. وهو في الاخر قال لها جمله قويه جدا، ان هو القصه مش قصه يعني، هي كان راحوا ايفنت مع بعض وابتدوا ايه، كان شو داون زي ما بيقولوا، شو هو يعمل شو هي تعمل شو بتاع. فهو كل شويه هي تعمل حاجه اللي هو فيها تركيز قوي على الاكل وكده، هو يعمل حاجه شو قوي والناس تروح اكتر مع اللي هو بيعمله. فهو قال لها الناس في الاخر بتشتري فكره صح، مش بتشتري اللي انت. ده حقيقي، انت ممكن تكون بتروح مطعم النهارده علشان مثلا في سيلبرتي شاف مشهور قوي او بيعمل حاجه شكلها حلو قوي او حاجه ليها دعوه بالمركز الاجتماعي، الواجهه الاجتماعيه، مش مكونات ومش طعم ومش حاجه زي كده بالظبط. فلا هانجر فيلم بصراحه كان قوي جدا جدا يعني، فيلم رهيب. بص انا في رايي الشخصي اكس لارج فيلم ملموس جدا وصادق جدا لغايه اخر تسلسل فيه تقريبا، او اخر مش هقول الفصل الاخير كله، حتى هقول اخر كام تسلسل فيه حسيت ان هم خطبيين شويه، وزي ما بيقول لك بيعوموا عكس التيار اللي هو شخصيا كان بيسبح فيه من البدايه. ان هو مطلع لنا شخصيه بتعاني من السمنه ولكن دمه زي سكر واحنا متعاطفين معاه، انا احبه وتعاطف معاه، بس اجيب لك في الاخر ان هو ما عرفش ان هو ياتشيف غير لما خس برضه في النهايه. وهي رساله احنا برضه مش فاهمينها قوي يعني. يعني المفترض ان الرسائل الاجتماعيه اللي في العالم كله دلوقتي ضد البادي شيمينج، وضد ان في حد يحس انه لازم يغير من جسمه ومن تفاصيله من الكلام ده علشان يوصل للنجاح العملي والنجاح العاطفي. فيلم عكس كده ازاي يعني؟ فيلم نهايته عكس كده، ان هو جاب لك ان هو لا، هو لما يعني هو الموضوع لطيف لحد ما جه عرض عليه الجواز فهي ما وافقتش، وبعدين كل حاجه بقى اتعدلت واتحلت، وجاب لك نجح في كاريره وحبته هي وابتدت تبص له بعد ما خس. ففي النهايه هو ما طرحلكش الموضوع ان هو بادي شيمينج يعني ان هو ضد البادي شيمينج، بالعكس. ما انا منتقد. ايوه يس انا بقول لك انا معاك انا نفس الصف. فدي مشكلتي مع اكس لارج، التسلسل اخر كام تسلسل، او ممكن اقول الفصل الاخير مجازا. هانجر على الجانب الاخر بيفكرني دايما بالتعبير بتاع الكيتش، اللي هو عارف انت اللوحات الفنيه اللي تبان زي ما تكون قيمه، وهي الحقيقه في واحد رسمها على الرصيف، ولا كان مخه فيه اي تفكير ولا التكوين ليه اي قيمه، بس شكله رسم غالي. فهو هانجر فيلم مدعي لحد كبير جدا، والرسائل بتاعته بسيطه جدا، بتدافع عن ان الاكل البسيط العائلي اللي موجود ده وراه قيمه فعلا، وراه حب فعلا، وراه بينما الناحيه الثانيه ممكن الموضوع يصل لدرجه الاجرام والنهم والطمع فكره ان الاكل فعلا احنا بناكله دوت مهما كانت قيمته مهما كان طعمه، ده مش فارق معايا، انا بداخل في الصراع ليه دعوه بالمكانه الاجتماعيه. ده كان ممكن اتقبله الى حد معين لغايه لما وصلنا لدرجه الخيال، اللي هو ان البنت اللي جايه من الشارع ديت في ظرف يعني ثلاث اربع اسابيع كده بقت اكبر شيف موجوده في تايلاند هي كمان. دي ما دخلتش دماغي قوي بتفاصيلها بالكلام ده كله، وما عجبنيش كمان ان احنا خلال الاحداث لغايه تقريبا اخر فصل مش عارفين الشيف اللي هو تشيف بول دوت شخصيه كويسه ولا شخصيه وحشه. يعني هل هو فعلا بيتلاعب بالناس التانيين دول، لكن هو من جواه شخص كويس، لان هو اقدم على كذا تصرف رغم حدته وقسوته. لا هو اقدم على عدد من التصرفات المسؤوله. هو قدمه لك، هو وقال لك نهايته عامله ازاي، هو في الاخر هو خلاه مجرم وقبض عليه. فهو بيقول لك ده وحش، يعني هو بيقول لك ده وحش، ده ما عجبنيش عليه. انا كان عاجبني وهو رمادي. انا قصدي ده اجابه على سؤالك، هو قال لك ان هو وحش وعشان هو وحش احنا قبضنا عليه، مفهوم؟ عشان كده تمام. ففكره ان هو اتقبض عليه دي كمان يعني جوه التسلسل او جوه السياق اللي احنا فيه نشفة قوي، اتقبض عليه. وبعدين انت يعني على كلامك وعلى رايك فعلا لما كان شخصيه رماديه كان الموضوع كان جذاب أكتر. انا كنت يعني كنت منبهر بكل مشهد في تسلسل. احنا حرقنا شويه شويه ممكن نقول هنحرق صح براحتنا يعني. ما هي سيف. وعلى فكره الحرق في الفيلم دوت ما هوش فيلم حبكه قوي اصلا، ما ينفعش نحرق اي حاجه ثانيه يعني، نحاول نستوي من الحرق شويتين الا نقول تحذير قبلها مثلا، لان احنا كده الماتشات. طب احنا هنحرق خلاص بقى الحلقه قبل النقطه بتاعت الحرق، لان احنا الماتشات بتاعتنا كلها بيبقى عليها البوسترين بتوع الفيلمين، فقلنا حرق فالناس ممكن تجري لغايه لما البوسترين التانيين يظهروا. ماشي معلش اسفين. لا اتس كول. فاحنا بنحرق في هانجر دلوقتي يا جماعه.
التسلسل الخاص بايه يا ربي، كنت لما الراجل اتنرفز عليه وضربه بالسكينه وداخل المستشفى وهي راحت حطت له قدامه الاكل العائلي البيتي الجميل دوت وقعدوا يتكلموا مع بعض. انا حقيقي ده في رايي احلى مشهد في الفيلم. صح. والنقطه اللي هو فيها انت قاعد انت مش عارف الدفع هيكون ايه، هو هيطوح لها الطبق في وشها، هو القرف ده، هو هيبين الجانب الانساني اللي موجود عنده، هو هيبين جانب قاسي، وحكى الحكايه بتاعه الكافيار. ده احلى بشكل. دي كانت فعلا قويه جدا، حاجه بتحس انها فعلا وراها روح. صح. بقيت الفيلم انا حاسس انه مفتقد للروح لحد كبير. انا عجبك التمثيل البنت بتاع بس. البنت بس انا التمثيل قفلني يعني في حاجه يا جدعان في ايه التمثيل يعني. ممكن يكون هو قصد ان بول ده يكون بلا مشاعر غير بول يعني، برضه هو مش بول البنت بس، ما في عنصر كتير جدا في لا بس يعني انت محدش لفت نظر يعني انت عاده مركز مع ايوه بس انت يعني في كذا زي مثلا الراجل اللي طعنه بالسكينه ده، الراجل ده ما عملش ما ظهرش منه صح. اي تقديمات هو انا فكرت اصلا يعني حاجه كده اللي هو ايه ده بجد طعنه بجد او فين التعبير او فين التقديمات، ما ادانيش اي حاجه صح. الراجل الواد اللي هو تقريبا اخوها اللي في البيت برده ضعيف قوي، ما ادانيش حاجات، واختها يعني في حاجات كتير قوي، وابوها ما دي كلها نقط محتاجة يعني تديني ليها تعبير حلوة كتمثيل عشان اشتريها منك فتعاطف معاك، مش باين لي اي حاجة. طيب مشاهد الاكل، الطبخ خطيرة طبعا لطيفة. انا الحاجة الوحيدة اللي لقيتني هي النهم الاوفر ده اللي هو وهو قصد يقرفك هو قاصد هو قاصد بس هو خلاص بس كان في دشس حلو. بص الدش بتاع الشوط الحلو بتاع اسمه ايه ده لما راح بتاع الراجل بتاع الجيش فالستيك وبعد كده عشان يدي حاجه من الدم وحط الصوص وقام ضرب ضرب السبلاتر اللي عمله ده بتاع دي كده وحط الستيك يعني برزنتيشن وطبق النودل بتاعها وبتاع عيلتها ده شكله حلو قوي مثلا. صح والله في كذا برزنتيشن حلو في عجبني بس كاكل لا ما فاكرش طبعا. ترجمه اسمه شعريه التذمر. طب اكس لارج على الجانب الاخر على الجانب الاخر سوري. ما انا بقول لك انا عنده مشهد السندوتشات كان حلو قوي كاكل مش حاسس ان هو مشهد السندوتشات بس مش حاسس ان هم جابوا لقطات فيها يعني حاسس الفيلم كان ممكن يبقى فيه لقطات اكتر بيوتي شوتس للاكل اكتر بكتير محتاج يعني حتى اللقطه لما راحوا ياكلوا حنيز وبتاع ما اعرفش ايه مش باين المفروض الحاجات دي تبقى صينيه كده ويبقى فيها وبتاع لا ده جايبينها في اطباق صغيره فاهم قصدي؟ كلام سليم. طيب انا اوريدي تو فوت انا عايز اقول رايي بس في اكس لارج بليز. انا شايف ان يعني انا طبعا بحب احمد حلمي جدا افلامه خصوصا القديمه مش مؤخرا طبعا الموضوع مش قد كده بالنسبه لي بس الفيلم ده هو انا يعني كنت بتفرج على مش هجم عليا عفريت انا بسجل ولا ما بسجلش. الفيلم ده وقتها وانا وقت ما نزل يعني هو قدمني احمد حلمي بشكل مختلف خالص صحيح في الاول صدمني ده احمد حلمي كان معمول حلو قوي الشكل بتاع اللي هو لغايه نقطه معينه ماشي بس قصدي هو في نقطه معينه زي ما يكون طول الميك اب يعني في مشاهد من الواضح ان يوم الميك اب بتاعها ما كانش حلو مثلا بس وفي في ايام تانية كانت هايله ان جنرال. انا كواحد برضو كنت يعني ما بركزش قوي في التفاصيل دي اشتريتها حلو قوي ومصدق ومش مصدق احمد حلمي ومبسوط ان في حد يمثل حبيت جدا ان هو عنده روح المخاطره ديت روح التجريب ديت تحفه وكانت ممكن تقلش منه قلشه وحشه قوي بس هم عملوها حلو. وعايز اقول لك حاجه انا اتفرجت على الفيلم ده وانا في ثانوي وكنت زايد قوي في الوزن والفيلم ده من احد الاسباب خدتني اخس خسيت وصلت ل 80 كيلو والفيلم ده كان من احد الاسباب تمام انترستنج احد فهو ممكن ممكن حد يتضايق منه فعلا وفي ممكن حد يديله الموتيف ان هو طب انا ممكن اجرب طب ما ممكن اعيش تجربه احسن مثلا مش عارف ايه خصوصا ان هو بيقدم لك مشاكل حقيقيه فاهم من الانسولين من مش عارف ربط الجزمه مش عارف من ايه حاجات بجد انت لامسها يعني انا برضو انا كنت زايد في الوزن قوي فعايشها فلمست فاكس لارج كتمثيل كبيناقش قضيه مهمه جدا تفوق على هانجر جدا في الحته دي بالنسبه لي الصراحه بالنسبه لي كاكل قوي لا هانجر هو اللي يفوز بس كرساله وكتاثير بالنسبه لي اكس لارج. انت هتميل لمين فيهم بقى؟ اكس لارج هانجر على كل الاقصاد بالنسبه لي طبعا.
يعني كفيلم انا بالنسبه لي هنجر اسويج لا 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 انا هنجر بالنسبه لي انا فيلم لا انا اتفرجت على حاجه اتفرجت على دراما اتفرجت على مشاهد اكل خطيره اتفرجت على يعني لو هو ده الثيم بتاعنا اكتر لا هنجر كفيلم الثيم بتاعه اكل يكسب طبعا لا محاله انا كل برضه عشان مع الناس انا كل الحاجات اللي انا هفوت ليها هنا في هذه الحلقه مدى تاثير الفيلم ده على عمرو شخصيا اوكي مدى تاثير حلو. الفيلم على عمرو سواء نفسيا بقى كتجربه ك طيب بس لو جردنا الموضوع لتصنيف الاكل فعلا كاكل اكل انهي فيلم فيهم تعامل مع ملف الاكل افضل ما بص هي مشكله هما الاثنين مش على نفس البيز هو مش نفس البيز يعني هقول لك ليه الاكل عنصر هقول لك انا مثلا في البودكاست مثلا عندي انا جيت مثلا مره بجيب شيف يتكلم عن طريقه في المطاعم ومره تانية بيزنس اونر هما الاثنين اكل ومره ثالثه فود بلوجر برده بيزنس اكل بس كل واحد منظور مختلف تماما سليم تمام مره ثالثه جبت مثلا حد يتكلم عن السيكولوجي الموضوع النفسي اكتر في الاكل وهكذا فهتقيسها ازاي هنا اكس لارج بيبيع لك او بيديك حته قد ايه ان انت محتاج تظبط نفسك ومع وزنك مع الاكل بس هقول لك حاجه انا دايما ضد ان احنا نحكم على الافلام من اللي هما ما عملوهوش بس انا دلوقتي جاي لهم بملف يعني انا ما احبش اتفرج على فيلم واقول المخرج كان ممكن يعمل كذا او السيناريو كان ممكن يعمل كذا ما احبش اعمل ده اقول هو السيناريو قرر انه يعمل كذا ده عجبني ولا ما عجبنيش وخلاص بس وانا جايب ملف انا جايب اجنده فعلا المره دي جايب اجنده اكل فلا انا لازم اقول انت اتعاملت ازاي مع الملف ده وهل كان في تعامل افضل ولا لا ففي الحاله دي انت في اكس لارج كان ممكن توريني قد ايه الاكل اغراء قوي بالنسبه للبطل بتاعه صح وانه مش قادر يقاومه لانه هو بيحبه وبيقدره وهو فعلا حلو وهو موجود جوه بيئه بتقدر الاكل خاله دوت ادفوكيت للاكل بقوه جدا كونه عايش وحيد فبيطلع همه في الاكل بشكل كبير فكان ممكن تعمل لي اللي هو فعلا البيوتي شوتس بتاعه الموضوع بتاع الاكل شكل الكنزه بتفتح حاجه تلاقيها مثلا وريني لان هو دوت الواقع اللي الناس عايشاه يعني احنا كلنا بنعاني من زياده الوزن بشكل متفاوت كلنا وكلنا بنحب الاكل جدا وكلنا نحب ناكل بشكل متعقل اكتر من كده تعالى نعترف بده بس احنا ليه مكملين في الاكل الاكل حلو قوي صح انا في شكل اضاء ما بعرفش اقاومها مهما كنت شبعت مهما كنت اتمليت حاجات زي كده فانت عاوز تقول لي ان ده غلط بس لازم تعترف بانه موجود بالظبط يس صح في هذه الحاجه التعامل المباشر مع ملف الاكل انا حافظ هانجر فير رغم ان هانجر فيلم انا بقول لك عندي عليه تحفظات انا حاسس ان هو فيلم مدعي لحد كبير يعني اتصور ان دي ابعد نقطه هيوصل لها بس مش هحرق الاحداث في احد المناقشات بيني وبين عمرو شريف في احد القهاوي اللي اكتشفنا بعد كده انها قهوه غاليه جدا وننصح الناس انها ما تروحهاش طبعا مش هنقول ايه هي القهوه ف مسابقه للجمهور عدى علينا طباخ الرئيس بس ما حطناهوش انت شايف انه كان يستحق مكان حاجه هنا ممكن عادي يعني كان في بيوتي شوتس اكيد مكان مثلا فول الصين العظيم على سبيل المثال معلش توليد بقى المباراة التالية رتطوي وخرج ولم يعد مين فيكم شاف واحد من دول اليومين دول بس خرج ولم يعد اول مره تشوف اليومين دول يس. واو لا انا شفت الاثنين تجربه اكتر من رائعه على غير المتوقع انا شفت خرج ولم يعد زمان وبعدين طبعا عشان الحلقه دي كان لازم ارجع اذاكره تاني من اروع ما في خرج ولم يعد مبدئيا انه على يوتيوب ايوه موجود لا بس دي اول مره ايفر تشوفه اول مره اشوف الفيلم ده وبعدين حاجه غريبه جدا هو موجود على يوتيوب فدخلت شفته فالناس كاتبه في التعليقات شفت التعليقات الناس كاتبه ايه فيلم مريح جدا للاعصاب فيلم جميل فيلم خطير مش عارف ايه والمناظر والحلو وهو في بدايته اصلا بيت مكسور وانا عمال اقول هو فين المناظر مش عارف لما دخلت بقى جوه اولا الفيلم ده من 40 سنه من 40 سنه كنت انا اتفرج على فيلم من 40 سنه واستمتع بيه قاعد مبسوط ومنشكح قوي ده غريب جدا انبسطت بيه قوي 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 الصراحه خطير لا هو خرج ولم يعد بيتالي من الافلام المصريه القليله
اللي عملت الاكل ثيم للفيلم ده. ايوه انا عايز اقول الفيلم الوحيد يعني من قليل جدا، ودي حاجه فعلا غريبه ان هو يبقى الفيلم كله ثيم. هو جايب لك برضو يعني الموضوع ان هو كان عايش في صخب المدينه، ولما راح الارياف هناك الحياه ابسط بكتير، وان هم عارفين اكتر ان هم يستمتعوا بحاجات يمكن وانت في المدينه مش عارف تستمتع بيها. ان انت بتعمل من الاكل اللي انت بتجيبه، زي مثلا بتجيبه بقى من الغيطان بقى، يعني اللي هو اكل اورجانيك جدا. ها كل انواع الاكل اللي في الدنيا. وشخصيه فريد شوقي الظفر والطبيخ والحلو والفاكهه والشاي، يعني النظره في عين فريد شوقي بعد ما خلص اكل وابتدى يريح وهو ايه الجمال ده يا جدع انت ده. والله اللي هي الحياه اللي هي البسيطه اللي ما فيهاش بقى، فاللي هو اكبر يعني اللي هو ايه اكبر حاجه ممكن يعملوها ايه، يستمتع بقى. يعني هو بيشتغل وبعدين يرجع عايز ياكل لقمه حلوه وهو قاعد في منظر جميل، يشرب له كوبايه شاي بتاع. فلا الفيلم ده تطرق لحته نادرا لما نتطرق لها في السينما المصريه، ونادرا لما بنركز عليها بالشكل ده قوي يعني. لا فيلم عبقري بصراحه. وفريد شوقي شخصيه فريد شوقي بالنسبه لي في الفيلم كانت رهيبه. لا كانت رهيبه طبعا بالنسبه لي، كان اقوى. بس انا هو المثلث المشاهد يحيى الفخراني مع فريد شوقي مع توفيق الدقي حتى في المناقشات بتاعتهم بتاعت الاكل، وبره مناقشات الاكل بتاعت كل المفاوضات بتاعت الارض بيقولوا ده هبل يا كمال بيه يسمع كلام راجل هبل. يا جماعه خرج ولم يعد ده حلوه حلاوه وجميل جمال في من اول ثانيه لاخر ثانيه، بكل المشاهد بتاعته بكل الجمل الحواريه بتاعته. وعاوز انسب للفيلم فضل في حاجه كان يقال ان هي من اختراع ريدلي سكوت. ريدلي سكوت كان عامل من سنتين ولا من ثلاثة فيلم اسمه هاوس اوف جوتشي، مش فاكر اسمه، فول اوف ذا هاوس اوف جوتشي ولا هاوس اوف جوتشي. كان في مشهد فيه جارد ليتو لما كان، انتوا عارفين الفيلم شفتوه؟ شفتوه بس عارفه. عارف المشهد لما دخلوا بوظوا له الديفيليه بتاعه ففتح بقه بيعيط كده، راحوا ممرفنها على كلاكس عربيه. ايوه وراحوا بيها المشهد التاني. لما عمل الاسعاف لما فتح دي اتعملت في خرج ولم يعود على الاسعاف. انا عايز اقول لك كنت بتفرج واخويا كان جنبي، المشهد ده خطير. قلت له بقول له بص، فرجعتها قلت له بص دي من 40 سنه. قلت له كده دي من 40 سنه. هو ما ادانيش تعليق بس انا كنت منبهر. اي حد ما شافش الفيلم وفتح هيشوف دلوقتي هيقول لك مستحيل استمتع بيه. بس في حاجه لازم تاخد، انت داخل ريلاكسيشن مش داخل حاجه فيها سسبنس ومش عارف ايه، ولازم بقى يلعب في دماغك في حاجات دراما لطيفه بعض من الكوميديا جميله جدا خطير. وشوف الفيلم من اخراج محمد خان يا جماعه. شوف الكادرات الحوار بتاعت محمد خان وازاي بيستدرجك ليها. عارف المشهد بتاع العربيه لما كانت عطلانه؟ ايوه وهو قاعد في العربيه والتاني راح جاي قاعد ورا الباب. ايه الجمال ده؟ ايه الكادر ده يا جماعه؟ راجل في شويه كادرات في الفيلم ده انا بقول لحمد ده من 40 سنه. ده نفسي اشوف له نسخه مترممه ومتلونه حلو. نفسي اشوف الاكل متلون عدل بقى مثلا، لان النسخه اللي شفتها على اليوتيوب حلوه وواضحه شغالة. بس بهتنه قوي. انا عايزها اشوف اللحمه المحمره والفراخ اللي معرفش مالها، صباط الموز اللي قاعد جنبها عمال يسحب منها ده ايه. لا فيلم حلو قوي قوي جدا، لدرجه انه يصمد امام راتاتوي. سؤال مفاجئ. او محمد، انا الاسم اللي منتشر يعني زمان كنت بقوله خلطبيطه بالصلصه فعلا. ما حضرتش الفيز ده. خلطبيطه بالصلصه، خلطبيطه بالصلصه وفار الطباخ. انا عارف فار الطباخ. ده فيلم الطفوله بالنسبه لي بعد لاين كينج على طول بالنسبه لي يعني. لا انت كبرت فجاه كده. لا كان مفضلاتي يعني. كان 94 شفته كتير. لا انت اصلا لما تتفرج على افلام بيكسار وديزني، اول لاين كينج مش بيكسار هو ديزني، بس انت بترجع طفل غصب عنك مهما كان سنك كنت بتتفرج عليه. الفيلم ده لما شفته وانا صغير، لما شفته اول مره، هو عارف انت، هو سحبك كده، سحبك من ايدك كده من البلاعه تحت، وقاعد يطلع بيه شويه 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 شويه، وبعد كده خيال غريب جدا فاهم، من خيال طفل شد شعره فحرك ايد، ايه ده يعني ازاي للاكل ليه الى اخره. لا طبعا الفيلم ده بيشترك مع عدد من الافلام اللي معانا على الترابيزه اللي بتجمع على ان الاكل يعني فرنسا. ودي حاجه غريبه. لا والله مش غريبة. آه. لا مش غريبه. لا هو في فيلم واحد اكشلي ما وصلش للليسته كان بيقول بيدعي ان الاكل يعني ايطاليا.
لا هو انا اللي هو ايه بري لوف. انا شايف الصراحه ان يعني دي ممكن فلسفه ممكن نتكلم فيها وحوار فلسفي شويه. احنا ظالمين نفسنا يعني احنا كمجتمع عربي احنا ظالمين نفسنا مش يعني احنا مش مقدمين ان احنا عندنا حاجات اقوى تريليون مره من حاجات تانية. لا فيه. هو المطبخ الفرنسي مش قوته مش في المطبخ الفرنسي اصنافه هي فكره فن الطبخ الفرنسي فن الطهي او الشيفنه معظم الحاجات دي متاخده اصلا من الحاجات العربيه. اوكي على سبيل المثال مثلا الكرواسون مثلا يعني قريت كذا حاجه عن الحوار ده انه اصلا متاخد من فطير المشلتت. ما انا بقول لك انا مش بتكلم على المطبخ الفرنسي. هو هي دي النقطه بقى اللي اعتقد حازم بيقولها بالظبط. بس الفرنسويين فننوها ازاي بقى؟ حلو جميل. إيه انت بقى لو كان عندك هذه الصناعه وان انت عندي ايه يا عمرو وانا عندي حاجه في حاجه انا ما عنديش اي حاجه في اي حاجه يا عمرو. عشان كده قصدي هو ده انا ده الدعاء بالنسبه لي. هو هو بيقولوا كده بس انا شايف لا مش الدعاء. هي فرنسا يا جماعه اللي بدعت حاجات كتير قوي في فكره الشاف نفسه الصوصات تطوير البيزكس المطبخ التطوير فرنسية يعني بس. بيزكس مش المطبخ معاك. مش اكلات مش اصناف مش بنتكلم على اصناف ما حازم فعلا يعني في الحته دي راتاتوي ممكن يكون الفيلم الافضل في القائمه دي كلها ممكن يكون الفيلم الافضل في التاريخ اللي قدم مشهد تذوق لا انا مش يعني اصلا انا عارف ياما بنشوف افلام وشفنا افلام في الكام يوم اللي فاتوا دول واحنا بنذاكر للقايمه دي لمشاهد للتشافس او فود كريتكس او بتوع الكي او التيك اللي هتوصل بيه او الاستخلاص الرئيسي اللي هتطلع بيه هو ان اللي كل اللقمه ديت عجبته لدرجه ما عاشهاش قبل كده في الحياه وكلهم حاولوا يبدعوا على قد ما قدروا. اللي مثلا بعد ما داق حته راح واخد معلقه تانية اللي عينه لمعت اللي ما اعرفش مين لكن اللي يرجعوا لامه الطفوله رجعوا لامه يا نهار اسود ناول دي يا لا لا هو راتاتوي خطير بس هو ماتش صعب جدا. لا انا طبعا انا بالنسبه لي الموضوع محسوب يعني محسوم يعني ايه افوت فوت فرد الطباخ طبعا راتاتوي فرد الطباخ مع كل ما تحاولته في انا 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 بالنسبه لي ال 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 الماتش ده هي الفكره بس في حاجه ان يعني هو ده ممثل الانيميشن الوحيد بالنسبه لنا زي ما انت قلت بس ده برضو يمكن الممثل المصري الوحيد اللي تطرق للاكل هي مأساة ان هم جم في وش بعض. ما انا بقول لك اللي تطرق للاكل بشكل صريح بشكل واضح. طبق البيض يا حازم. ايوه طبق البيض اللي شفتوا عايدة عبد العزيز يا جماعه عندها مشهد في الفيلم ده بتمثل يعني بتمثل وبتأدي وداخله في حوار مع اتنين معاها في المطبخ مين وايل طقشت لها بتاع 10 15 بيضه. شفتها دي؟ ايه ده؟ لا 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 ما بقول لك فيلم عايد عبد العزيز جباره. كان لا بس ما انت بص يحيى الفخراني وفريد شاوي وليلى علوي شفت الكاركتر ديزاين بتاع ليلى علوي؟ بنت ريفيه حلوه احنا شفنا ده بشده اللي هو البنت الريفيه اللي مستحيل تكون جذابه لرجل من القاهره بس لما تيجي تبص في ملامحها يا بنتي انت يعني لو لبستي بربع اللي بيلبسوا فيه عندنا هنا دي تقعدي دول كلهم في بيتهم بس شوف هو ديزاينها ازاي شوف الشراب اللي ملبسه لها شكله عامل ازاي ده لا تفاصيل الفيلم رهيبه فيعني شايف جاي لك يا احمد يا عبد الله انا بالنسبه لي اختار خرج ولم يعد لسبب يا راجل لسبب انت جاي تناقشني النهارده لا والله خالص انت تسوانجوني النهارده لا بس علشان انا بالنسبه لي راتاتوي هو ممثل انيميشن وحيد بس حتة الشيفات والمطبخ والبتاع دي هنقابلها في 100 فيلم تاني جايين بس هو ممكن ينطحن بس خرج ولم يعد مين في كل الافلام ديت اتعمل لك الشفار انا فاهم بس هو برضو نفس سيكونس المطبخ بستريس المطبخ بما اعرفش ايه بالكريتيك اللي جاي يجرب يعني ده هنقابله تاني انما حاجه شبه خرج ولم يعد مش هنقابلها في الافلام في رساله انا عجبني الرساله اكتر على فكره يعني وان كان كوك ايوه ان انت يعني في ناس يعني عارف انت هو مش شرط تاكل غالي ولا رخيص المهم انك تستمتع بالاكل دي رساله على فكره دي من خرجه من لو خرجه يعني مش قصدي كده انا قصدي فكره ان في ناس عندها تقدير قله تقدير ذات فانت حتى لو انت شايف نفسك فار انت ممكن تعمل حاجه يعني لعلمك انا والله المبدا دوت انا خدته بطبقه على كل حاجه في الدنيا منها نقد الافلام ان اني وان كان كريتيك اني وان وزي ما هو شرحها بالظبط ده مش معناه ان اي حد في الدنيا ممكن
يبقى شاف كويس، ومش اي حد في الدنيا ممكن يبقى ناقد كويس، بس معناه ان الناقد الكويس ممكن يجي من اي حد، صح، وان الشاف الكويس ممكن يجي من اي حد. الناقد نفسه خالص انت قلت هو كان فلسفه من اعظم ما يمكن، يعني مش من عيله يعني خطيره، ودخل هو بين ان هو حد بدايته كانت بسيطه جدا برضو. فلا انا الرساله نفسها برضو كحد كان صغير شاف الفيلم اللي اتزرع فيه منه كان قوي قوي، ورساله محترمه قوي. صحيح. انا هجوز عمرو قندس. اوكي كده كده خرج ولا ميعاد، خرج ولا ميعاد، خرج ولا ميعاد. بس يعني يا جماعه بسهوله قوي خرج على ولم يعد يكسب يعني 9 من العطر. لو كان دخل قصاد اي حد تاني كان خطير، خطير فعلا. هنا بقى عندنا فيلم يعتبر خيبان الى حد ما، شويه مقصود ماتش ولا ايه، سوري، خيبان الى حد ما، بيرنت يقابل فول الصين العظيم، لان ده لا احلى فيلم في تصنيفه ولا ده احلى فيلم في تصنيفه. يعني هبدا الكلام في فول الصين العظيم، لان فول الصين العظيم ده فيلم يعني اثر في طفولتي بشكل رهيب. فاكر ار تي سينما لما كانت بتعرض الفيلم كان عمال يلف حول نفسه يعني. فانا ممكن اسمع لك فول الصين العظيم بجد، مش انا في وقت ممكن بس مش دلوقتي. فيلم جميل جدا كفيلم. الثيم بتاعه الاكل طبيعي برضه. لو تسمح لي إيه؟ نص فيلم يعني انا بتكلم ان انا في النهايه خارج هو نص الاولاني حلو. بالظبط يعني نص التاني بقى وعيلتها في الصين ويونج والبتاع ده. وبدليل ان النص الاولاني هو اكتر هيما فيلم، النص ده طلع منه ميمز، طلع منه الافيهات والميمز اكتر ميمز شغال. والنص التاني دوت كانه ضاع، كانه مش موجود. ما طلعش منه حاجه، هو كانه فيلمين مختلفين. لا بس لو تفتكر معايا ده كان ترند عند هنيدي في الفتره دي، بيعمل نص فيلم حلو قوي. عسكر في المعسكر نص فيلم جبار. مبروك رمضان، مبروك مبروك رمضان ابو العلاء، نص فيلم جبار. ليه بقى؟ انا ده غريب قوي ليه، مش فاهم. بس الحمد لله وبعد كده ما بقاش بيعمل بقى لا نص ولا ربع ولا تومن. بس الفيلم بتاع فول الصين انت من يعني حد نص او ايه ده كله بتضحك. بتضحك يعني. انا بتفرج عليه برده من كام يوم، عدته كده بسرعه بضحك. ايوه حاجه من انا حافظه. فيلم خطير. ايه ده ايه؟ طب ما بين الثلاث افلام اللي انا قلتهم دول اللي هم مبروك رمضان وعسكر في المعسكر وفول الصين، مين المفضل؟ عسكر في المعسكر. بالنسبه لي كضحك بعيدا عن فول الصين فعلا، بعدين رمضان، بعد كده انا رمضان مبروك بالنسبه لي تقيل، فيلم تقيل على قلبي بطريقه من ثلاثه تخيلها. عشان الميلودراما شويه اللي في النص الثاني ولا كله على ولا بعضه الظل كله يعني. على بعضه بالنسبه لي تقيل لا اشرح لي يعني ايه تقيل. تقيل يعني ما ضحكتش، حاسه فيلم خيالي جدا، بعيد عن حدود المنطق. أوكي. يعني بعيد عن حدود المنطق تماما، وهو بيحاول يمنطق لك الموضوع. يعني هو ايه، بيحاول يجبرك ان هو ده منطقي، بس انا بالنسبه لي كان فيلم مش منطقي خالص. وعلى مستوى الضحك لا ما حسيتش ان انا لا ضحك انا فول الصين العظيم. لا مود، لا انا عجبني جدا. انا بحب عسكر قوي، بحب النص الاولاني من عسكر. مش على النجف وهي بتقع على امه دي. انا مش انت اول واحد بيزورك عسكر بعد كده عسكر رمضان جامد قوي يا جماعه. بس رمضان رمضان في النص الاول في المغامرات بتاعته في البلد مع الناس اللي كان بيعلمهم والكلام دوت. رمضان اكثرهم نجاحا على مستوى رمضان. فانا عايز اقول رمضان وبعدين فول الصراحه. لا بس في حاجه انا برضو زي ما قلت على احمد حلمي في اكس لارج، ان هو فاجئني. هو هنيدي في رمضان فاجئني. لا اصل رمضان كان يعتبر كاركتر، كاركتر قوي. مش مصدق ان ده هنيدي. رمضان كان كومباك لمحمد هنيدي بعد سلسله فشل طويله قوي كان عملها. هو كان مع جود نيوز وقتها، ونكبوا له بقى ناس كتير، يعني عملوا له فيلم اوكي متكلف. انما هو قبلها لا، محمد هنيدي كان ايرادات وايز حتى، كان في نزول. ايه اللي قبله؟ بيليا. لا بيليا وصاحب صاحبه. انت بقى عندك بيليا وصاحب صاحبه وعسكر في معسكر عسكر كان حلو، وفي الصين العظيم، ووش اجرام. الحاجات دي كلها وش اجرام قبل رمضان. يا راجل. رمضان كان 2008. السنين ضربت مني كمان. رمضان مش جرام قبل. فالافلام دي كلها كانت حلوه احنا بنحبها النهارده، بس على مستوى الايرادات كانت ضعيفه جدا. رمضان أوكي. مبروك نزل عمل ايراد. لا عمل ايرادات كويس. لا بس انا فاجئني هنيدي في رمضان طبعا. فاجئني. عمل كاركتر كانت جديده باللي بيتكلم عربي صح. باللكنة الفلاحي لا ما انا بكلم موضوع رمضان ده ذوق شخصي بحت. بس انا يعني ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على انت وحبيبتي. لا انا بموت في عسكر في المعسكر بالاوبننج سيكونس بتاعه، بتاع العساكر اللي واقفين خلاص على الكوبري والواد اسطى. انا بموت يا بابا. بس يا دياب يا خبر ابيض على الجمال. انا فاكر اسم العيل الصغير
من غرضي توفيق. ماشا. توفيق. توفيق. وده من ايه ده يا حبيبي؟ يلا يا تيفا. ما تطرقناش لبيرنت. انا بيرنت بالنسبة لي فيلم كفيلم الثيم بتاعه اكل. بعيدا عن الفنيات كقصة وكسيكونس قصة ممتع جدا ومسلي جدا. الراجل الشاف اللي هو دايما بيجيب لك الضغوطات اللي هم بيعيشوها اللي بتخليهم يمشوا في سكة مثلا سواء الادمان او ادمان الكحول اللي بتوصلهم لسكة الدمار يعني. بالظبط. فيجيب لك ان هو دايما اللي بيحصل له كده بيبقى شاف لا بيرقص مطعم ضخم جدا او حاجة كبيرة جدا فبيبتدي يدخل في السكة دي. فهو جاب لك ان هو لا ده راجل اتسوح خالص وبعدين رجع قرر عايز ياخد ميشلان ستار بقى من اول وجديد. التسلسل الاحداث نفسه الميشلان ستار بتلعب معنا دور مهم بقى. الميشلان ستار برضو اللي ما يعرفش هي بالاخر كده زي الاوسكارز في المطاعم. بيجي كده مندوب او اتنين مناديب يقعدوا بس ما بتبقاش عارفهم. بيرنت اكتر فيلم شرح عملية التقليد. بالظبط. اليوم في تيم معين وبيجي داخلين ازاي وبيعملوا ايه والجو ده كان فعلا انا ما اعرفش صح ولا لا. طبعا ما اعرفش صح ولا لا. بس هو الوحيد اللي قدم ان هم ليهم هيئه معينه وليهم بتعرف تشمهم هم دخلوا. مظبوط. المشهد بتاع عمر سيدا اللي هو لما ان هو حط غير تفاصيل عشان المشهد ده بالنسبه لي كان قوي جدا. انا اتشديت. ما توقعتوش لسه. انا بقول لك انا اتشديت لان انا قاعد بتفرج ومركز لما اتسحلوا قوي في ان في اتنين بره ميشلان ستار وقاعدين مركزين فجاه الاخبار. انا اتفاجئت بان الكاست بتاع بيرنت كاست قوي قوي. قوي. انا اتفاجئت بده. برادلي كوبر، دانيال بريل، ماتيو ريس، أليشا فيكاندر، سيانا ميلر لو انا فاكر صح، عمر سي وإيما تومسون كاست يعني. كاست تقيل. انا اتفاجئ يعني يمكن اول مره شفت فيلم ما كنتش مركز قد ايه الكاست تقيل بالشكل ده. فيلم حلو، فيلم بصراحه حلو يعني مر مرور الكرام. بس انا لما رجعت يعني اتفرجت عليه تاني لا فيلم ممتع بدرجه. فكره كمان ان هو بيلم تيم فبيعمل يلمهم من كل ناحيه وبتاع عشان يرجع تاني. ده برضو كان شيء. بس ما فيهوش مشاهد اكل كتير. في انا دلوقتي عمال بستعيد السيناريو. مش كتير بس في مشاهد اكل يعني. لا في كتير وهم عمالين بيطبخوا وهم شغالين وفي البليتنج وبتاع. لا في مشاهد مش كتير بس فيه يعني. انا شايف ان بيرنت الصراحه في افلام تانية جايه قدمت الفكره دي بشكل احسن. انا موافق من وجهه نظري. تمام. دي من ناحيه. الناحيه الثانيه هي حاجه تقريبا وحيده يعني مش وحيده بس من الحاجات اللي عجبتني جدا في الفيلم انه دي حرقه تمام. إن عمر سي اسمه عمر سي. اوكي. لما شافه في الاول مره قابلوا بعض وجريوا ورا بعض وجم بقى بيضربوا بعض انا حسيت ان في اللحظه دي هو قال لك انا بيوحيك لحاجه يعني ان انا وعيدي مره واحده yeah. اللي هو طب انا هكنلك بقى yeah. وانت امنت، انت كمشاهد امنت وعين مره واحده انا. طيب سؤال اخلاقي، انت شايف انه عمل حاجه غلط؟ طبعا 100%. انا مش شايف انه عمل حاجه. ليه بس انت طعنته في ظهرك وانت عملت فيا ايه؟ انا فاهم بس انا عندي فلسفه ما بتعملش ناس باخلاقهم. مقابله لا انا ماليش دعوه باخلاق عمر سي يعني. لا انا بتكلم هل الانتقام في محله؟ في محله لا انتقم بس قصدي يعني خلي بالك احنا لسه هنتكلم في اخلاقيات كتير قوي. ذا فاوندر احنا جايين دلوقتي. انا قصدي فكره احنا هنعمل فيه ايه؟ بيتكلم على مطعم ما نعرفوش. انا قصدي انت هو صاحبه هو خانه في الاول فانا مش هخونك عشان انا كده بعملك باخلاقك انت. انا هاخد حقي بس مش بنفس طريقتك انت، هاخد حقي بطريقتي. فاهم؟ فهو عمل زي ما هو عمل فيه بس هو اصلا حاجه مش صح ان انت تديله. فاهم؟ لا بعيدا عن مقياس يعني الصح والغلط، هل يستحقها ولا ما يستحقها؟ يستحقها بس مش بالطريقه دي. انا وجهه نظري يعني صعب عليا في اللحظه. صعب عليا عشان كنت ابتديت اشجعه اكيد. ايوه صعب عليا عشان هو واللحظه الحاسمه وده خيف في حته ابن لذينه ده وكان مضروب يعني اللي هو فاهم. وبعدين فاهم ودي انا يعني صعب عليا في حمقته وهو مطلع الطبق. كيب ات ليفل، اوعى الطبق زي ما انا عامله. بس في نقطه مهمه، انا بقى لما شفت الفيلم تاني لاحظت ان الاطباق طلعت في الاول دي مش شكلها يعني اللحمه مثلا كانت دخلت الويل دان شويه
تمام. لما تشوف بقى لما قدم الطبقين للناس اللي بجد كان الاطباق شكلها احلى بكتير. والله انا فعلا مشكله فيلم بيرت معايا انه ما ساعدنيش على تامل الاكل اطلاقا. مفيش مرحله قعدت ابص على الطبق وابص على الاكل لازم حاجه تفتح نفسي حاجه اركز معاها. لا بس هو في الماتش على فكره مقابل فول الصين عظيم برضه. فول الصين عظيم ما تطرقش للماتش. لا طبعا هو جاي في ماتش غريب شويه يعني. بس هو بيرنت على فكره بيرنت مكتسب سمعه ان هو فيلم وحش. هو فيلم مش وحش. لا خالص مش وحش خالص. لا لا بس زي ما انت في حد قدم حاجه احسن. يعني هنشوف القصه دي ايه. هنودع المصري كله من الدور الاول. انا هختفي الصين. ما كانش نفسي بجد يعني لازم اديله اي حاجه. فول الصين فيه طبق فول وطبق مسقعه على وجهك. لا عشان يعني وطبق الفول اعلان. انتوا الاثنين هتختاروا هتختاروا بيرنت بالظبط. طبق الفول كان اعلان صح. انا هديله يعني هديله صوت مشرف صوت تشجيعي يعني. طيب بيرنت على الاقل انت هتقعد تتفرج عليه وتضحك فاهم في الاول على الاقل. انا كان نفسي خرج ولم يعد هو يبقى الممثل المصري. بس هو خرج ولم يعد كان اكتر فيلم مؤهل ولكن للاسف دخل هو نزل ضد واحد من الاثنين الكبار. خد زقزقه الدواء الكحه الثانيه الزرقاء. ده ايه ده الكحه؟ كان ناقص يصرف عليا. احنا هنتعامل مع الماتش ده ازاي؟ لا ما يعني فيها بتاع 10 20 ديسلايك من غير يعني ما يبقى لنا ذنب. تعالى ننحي الكلام في الموضوع ده جانبا. احنا بنتكلم عن واحد من انجح المؤسسات في العالم ايا كان. ما كنا حطينا طباخ الرئيس مكانه وخلاص. لا يعني لا بصراحه هو فيلم لازق لان هو الفيلم الوحيد برضو اللي تطرق للموضوع بزنس ويز. مش احنا مين ضد مين كده معلش؟ احنا معانا ذا منيو وذا فاوندر. انا بيبقى ايزي وين جدا يعني. ايزي؟ ايزي وين قوي. The founder بيتكلم عن ري كروك. او ري كروك هو الشخص مش صاحب فكرة ماكدونالدز على قد ما هو اللي قدر ان هو يقتنص او يستحوذ على ماكدونالدز من اصحابه الاصليين ويدخله في طريق الفرانشايز. ويدخله في طريق الفرانشايز. وفرانشايز مش من نوع عادي. ده فرانشايز بشكل بقى هو بيشرح لك او هو اكتر فيلم تطرق بقول لك للاكل من وجهة نظر بيزنس الجونك فود بيزنس. او البيزنس بشكل عام بتاعه المطاعم والقصه دي لا لان بيزنس المطاعم المحترمه تم تقديمه بشكل مغاير في افلام تانية. يعني يمكن بس ده اللي يعني ده اللي كان تحس ان هو درس في الـ في الـ في البيزنس يعني درس مكثف في البيزنس. انا بس يعني التحفظ الوحيد ان هو بيزنس جنك فود. تمام. لا بيزنس جنك فود تمام. هو ريك روك ده ما كانش اصلا هو هو صاحب ماكدونالدز هو صاحب الفكره. لا ده هو كان في اتنين اخين هو اللي اتعرف عليهم. هو كان سيلز كان مندوب مبيعات وشاف اللي هم بيعملوه وكان عجوز بالفعل وكان عجوز وكان فقير بس هو شاف اللي هم بيعملوه. هو بس كان راجل دماغه شديده يعني. هم كانوا ما عندهمش مساحه للتطوير يعني. هم قال لك لا انا فاتح الفرع ده وهفضل هنا. هو كان منبهر. هو قال لك ايه المطعم اللي انت بتخش تطلب في ثانية تلاقي الأكل طلع. ده كان برضو ما كانتش حاجة درجة قوي وقتها. فدخل الأول في إن هو يشاركهم فين وفين لحد ما استحوذ هو على البراند نفسه بقى من أكبر براندز الأكل في العالم كله أو أهم براند أكل في العالم كله. الشخصية نفسها ليها أبعاد بقى يعني خلينا نقول شريرة شوية. بس شريره في البيزنس اللي هم في البيزنس براجماتيه خاين و يعني من الاخر يعني زي ما بنقول كده بيتمسكن لحد ما يتمكن. اللي هو يعني هو دخل لهم في الاول اللي هو انا عايز مصلحتكم بتاع ما اعرفش ايه وفي النهايه خرجهم او طردهم. صح واحد من الاخوين كان بيقول للتاني احنا عندنا ثعلب جوه حظيره الفراخ واحنا اللي دخلناه. بالظبط بالظبط بالظبط. فلا الفيلم كمان البعد الدرامي بتاعه حلو قوي. تسلسل الاحداث بتاعه كان لطيف جدا. جاب لك الشخص يعني انا بالنسبه لي هو ريك روك بدايته في الفيلم يعني لحد ما وصل للنهايه التسلسل من منطق لي هو وصل لهنا ازاي. يعني حتى في مشهد اللي هو في الاخر لما كانوا في الحمام لما قال له طب انت ليه ما عملتش البراند بتاعك؟ قال له تفتكر حد هيجي يشتري برجر من مطعم اسمه كروك؟ مش حلو. وعجبه هو ماكدونالدز. هو عايز هو كان بيارجيو معاه ان هو دوت سر النجاح. لا العمليه كلها لا في السيستم اللي انت حطيته ولا في الكواليتي بتاعت الاكل. هو في الاسم. بالظبط. فيعني حتى جاب لك اللي هو ايه لا هو ما استسلمش. مش مثلا ايه لما تعب معاهم شويه راح قرر يفتح براند لوحده. لا هو حاطط البراند ده في دماغه وعايزه. فيلم ذا فاوندر بالنسبه لي فيلم ما بحبش فصله الاخير.
ماشي انا معاك. لما دخلنا اكتر في علاقته بمراته وعلاقته بمراته الثانيه والبتاع انا فصلت منه شويتين. وعلى كده في المشاهد بتاعه تحضير الاكل في حدود الجانك فود في ذا فاوندر حلو قوي جدا جدا جدا. انا فاكر المكان اللي كانوا بيدوسوا عليه بينزلوا كاتشب وبينزلوا ماسترد والبان بتاعت الامان. لا 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 المشاهد بتاعته فعلا حلوه. بالنسبه لذا مانيو بقى يعني ده ممكن يكون اغرب فيلم في الليست دي تطرق للاكل لان هو خد الموضوع في قصه تانية. هو فيلم في كل عناصر يعني تحس ان هو رعب تحس ان هو كوميدي تحس ان هو دراما يعني بس التيم بتاعه برضو الاكل ان هو الاغنياء اللي راحوا علشان يجربوا المنيو بتاع الشيف انا لسه مكتشف حاجه ايه الفيلمين دول بيتنافسوا على مشهد تحضير تشيز برجر. مظبوط مظبوط ماشي مظبوط. ده انت لسه ما سكتكش بعد ده كله. فذا مانيو برضه كان يعني مش عايزين نحرق احداثه قوي بس ذا مانيو كان فيلم قوي وقصه التشيز برجر برضه في النهايه ان هو رجع تاني للكومفورت فود او القصه دي برضه حاجه كانت جامده جدا. فيلم مش متوقع فيلم قوي. ذا مانيو من الافلام عموما بعيدا حتى عن تيم الاكل يعني فيلم انت تشوف ذا مانيو وتشوف البوستر بتاعه تحس انك داخل تتفرج على فيلم بيتكلم عن مثلا نجاح شاف او قصه صعود شاف او بتاع ما كنتش مش متخيل ان الفيلم هياخدك في المنحنيات الغريبه جدا دي. مستر عمر دي الجمله الاخيره اللي قالها دي انا هبدا منها الكلام اصلا دي صدفه ان هو ذا مينيو هو انت مش متوقع منه كده كل ان هم انا مش متوقع منه كده وشفت منه ده قفلني منه الصراحه يعني انا كنت شايف داخل بمنظور ما داخل منظور ما انا هشوف بقى فكره بقى الطبخ ومش عارف ايه وذا مينيو وممكن بقى انا مثلا اول حاجه لما شفت البوستر مثلا ان هو احنا هنشوف حد زي بيعمل مينيو مثلا اصلا يعني حاجه زي فيلم الشيف مثلا قدام بس بنشوف بقى الكرييشنز. اوكي ده اول حاجات في دماغي زي ما حازم قال في الاول انا كنت داخل ممكن انت كنت ليك تصور بس في الاخر دخلك في سكه ثانيه قفلني يعني الفيلم انا هقول برايي جدلي ما عجبنيش تمام كتاثير على عمرو يعني ان هو انا قاعد ليه كده انت انتزعت مني رد فعل من بتوعك في البودكاست ليه اوف ولكن هذا الفيلم من يعني في المجموعه دي من اكتر الافلام اللي فيها مشاكل اللي قدمت شكل اكل حلو وبرزنتيشن اكل حلو بتشوف الكرييشنز بتاع الاكل قدم فعلا حاجه حلوه قوي الحته دي انا كنت قديم بس كنت مستمتع بيه هو بس مش مشهيه بس فاشن نفس بس مش مشهيه بس فيها فن الارت بتاع تقديم الاكل انا بحب ده بحب اشوف حد ازاي يعمل كريشن مع ان هو مش هيفتح نفسي وعارف هو اكلته مش هيشبعني بس هو شكلها حلو شاطر تمام فالفيلم ما عجبنيش فاوند ذا فاوندر شفته طبعا كذا مره طبعا حازم شرحه بالتفصيل دلوقتي مش محتاج اعيد كل الكلام ده مهم قوي ان انت تشوف فيلم او تشوف حاجه قصه حقيقيه مثلا هي اوريدي لمسه واقع بتاعك في كل حته يعني انت تشوف ده جه ازاي ايه السر فحلو شفته كذا مره زمان عجبني قوي قوي الصراحه ومنطقي زي ما حازم قال في منطقيه في الموضوع في تسلسل حلو للموضوع في اوقات كتير انا ببص للكاميرا عشان الناس عارفه ان انا رايي ايه في الكلام ده. انت مش عاجبك الفيلم ذا مينيو؟ لا من ذا مينيو ولا فاوندر. ذا فاوندر عجبني الى حد كبير بس انا كنت متوقع انه يطلع احسن من كده. انا فاكر انا شفت ذا فاوندر في مهرجان دبي وكنت من اوائل الناس اللي اشتروا التذكره بتاعت العرض بتاعه. انا كنت مغرم بالتريلر بتاعته. التريلر بتاعته اول لما نزلت بالايقاع بتاعها بالشوتس اللي كانوا عاملينها ريك روك وهو بياخد طريقه والبتاع كان رائع جدا. لا ومايكل كيتون كمان كان طالع من بيردمان فالناس كانت مترقبه اكتر كمان. فانا بس انا فعلا الفصل الاخير فصلني قوي من الفيلم حسيت ان انا بتفرج على فيلم تلفزيوني. ذا مينيو السنه اللي فاتت صح؟ انا وانا بعمل قائمه افضل 10 افلام في السنه هو اللي كسب. بشكل مطلق. انا كنت لسه هقول لك هو اللي انت قلته ده ليه جانب صحيح ان انت فاجئت بس انا بالنسبه لي كانت مفاجاه خطيره يعني
مايند بلوينج. انا متفاجئ، بس متفاجئ اللي هو واو. لا هو احبجوك جدا لا عكس يعني، هو شعورين مختلف، عكس حاجات غريبه جدا يعني. اتنين شوف نفس الفيلم، دخلت بتوقعات واضحه قوي يعني. انا دخلت بتوقعات في ذا فاوندر على مستوى الجوده، مش على مستوى انت هتحكي ايه وهتحكي ازاي. لكن انت دخلت دمينيو وانت متوقع حكايه معينه، طلعت حكايه تانية خالص. لا بس هو انا بالنسبه لي دمينيو قوته بالنسبه لي في الكاست يعني. انا داخل اشوف الناس دي عامله ايه، مش متخيل حاجه معينه. لا هو ليه اسم بس في كاست قوي، مش متخيل ان الكاست ده مثلا هيبقى طالع ان هو بيعمل. بس تعرف بقى مؤخرا قريت شويه نقد عجبني لدمينيو يعني، فعلا اقتنعت بيه. وكله مرتكز على شخصيه انيا تيلر جوي. اولا ده مش شكل بنت فقيره اطلاقا يعني، علشان تقنعني بان ديت بنت مش شارع جايبها ولا كلام زي ده. ثانيا، ودي بقى ما كنتش مركز فيها خالص بس واتضايقت من نفسي ما كنتش واخد بالي منها، بتاكل التشيز برجر بطريقه غريبه فاشخ. يا بنتي انت اول مره تمسكي تشيز برجر في حياتك تقريبا. ومع ذلك انا في رايي اولا فلسفه دمينيو انا اشتريتها وسحبتها على صدري وطلعتها من مناخيري. طب احكي لنا، احكي لنا عنها. دمينيو ليه علاقه بمفهوم احتكار الفن واسميها ايه، وربطه بالطبقه الاجتماعيه يعني. تحس ان هو انك توصل بيه لدرجه الاحتكار الطبقي يعني. الراجل ده اللي هو الشاف بتاعنا في الفيلم، لما تيجي تبص على قصه حياته، ده من البدايه كان برجر شاف، كان بيشتغل للناس وكان مبسوط وكان سعيد وكان عنده بيت وكان عنده اسره وكل حاجه تمام، لغايه لما، وخلي بالك من فلسفه الفيلم، بان هو يحطه على جزيره مش اي حد يروحها، مش اي حد يخشها، دي بتاعت السليبرتيز وبتاعت الناس الاغنياء اللي يقدروا يأفوردوا والكلام ده كله، لغايه لما الراجل ابتدت يتم عمليه امتصاص روحه منه واحده واحده، لغايه لما بقى شبح. هو شخصيا ما بقاش شايف هدف من الحياه ولا شايف هدف من الاستمرار، لغايه لما لمس الموضوع دوت ان الناس اللي من النوعيه دي هي اللي عماله تحتكر الفن، تحتكر حق استهلاكه، تحتكر حق نقده، تحتكر حق تحليله. كل دي نماذج كانت موجوده جوه الفيلم، مقابل ان العنصر الوحيد الغريب على الجزيره هي البنت اللي جايه تايهه، اللي ما كانش ليها مكان على هذا الموضوع. ده اللي ابتدى يبص لها زي ما تكون نغمه نشاز في يعني. هو بيقول لها انت من ساعه لما جيتي وانت بوظتي لي ميزان كل حاجه، انا شايفك انت مش منهم، انت ما تنتميش ليهم، انت حاجه تانية، انت ملخبطه لي دماغي. لغايه لما هي في الاخر عرفت ان السر في ان انا اطلعك من الموضوع ده ان انا ارجعك تاني للبيزكس، ارجعك تاني لجاست ا ويل ميد تشيز برجر. وجاست ا ويل ميد تشيز برجر ديت لغايه دلوقتي معلقه معايا، ان هو دوت مفهوم فيلم بيرنت، مفهوم فيلم تشيف، مفهوم فيلم راتاتوي، دول اللي يقال عليهم جاست ا ويل ميد تشيز برجر. له فيلم عميق، وله فيلم فيه تكوينات معرفش مالها، ولا فيه تعليق على الوضع السياسي، ولا على الوضع الوجودي، ولا أجندة يسارية، ولا أجندة يمينية، ولا أجندة دينية، ولا أجندة علمانية، ولا أي حاجة من الكلام ده. It's just a well-made cheeseburger. خلي بالك المنيو في المفهوم بتاع الفيلم ده هو المنيو اللي هو قدمها، ايتم 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 اللي هي بتشكل تسلسلات الفيلم او اقسام الفيلم، لغايه لما وصل للايتم دوت جوه المنيو اللي هو اصلا ما كانش جوه المنيو، والديسكربشن بتاعته او الوصف اللي هو كتبه على الشاشه جاست ا ويل ميد تشيز برجر. لا فيلم عشان كده انا بقدر الفيلم ده مني وشايفه عبقري بكل تاكيد يعني. وانا اكسبه على ذا فاوندر، اي فوت ذا مينيو. ذا فاوندر سوينج انت بقى. بس انا عجبني الكلام اللي انت قلته عنه، حلو قوي. ارجع بص على الفيلم من المنظور ده، اشوفه تاني. انا هختار الفيلم اللي انا يعني ممكن اكون استمتعت او كنت اكسايتد اكتر لما اتفرج عليه، هو ذا فاوندر. اوف اوف يعني، رغم ان انا قعدت ان انا ابجل لك في ذا مانيو، بس انا ذا فاوندر بالنسبه لي انا ذا فيلم، انا يعني انا على المستوى الشخصي بقى من الافلام المفضله بالنسبه لي. احنا اسفين يا مهدي، مش احسن حاجه، هردها لك في الاكل. انت ايه ما ردتهالي؟ انت عملت فيا دلوقتي اللي عمر سي عمله في برادلي كوبر في الفيلم ده. ننتقل للجانب الاخر الان. الحلو بقى، ايه الحلو نزل المنيو، ويلي وونكا اند تشوكليت فاكتوري يقابل بويلينج بوينت.
تديني فرصه اقدم بويلنج بوينت دوت لان هو قهوه. يا ريت. بويلنج بوينت فيلم انجليزي من بطوله ستيفن جراهام. ستيفن جراهام دوت اللي كان في The Irishman الشخصيه اللي دخلت في خلاف مع الباتشينو اللي هو كان اكتشاف لان هو اصلا ممثل انجليزي ولعب دور جانجستر طلياني وده كان شيء غريب جدا بس عمله حلو قوي في الفيلم. فبويلنج بوينت هو تشيف في مطعم برستيجس قوي واحداث الفيلم كله بتدور خلال سيرفيس واحده بس. يعني احنا بنحضر للعشاء والفيلم بيخلص مش هقول امتى لغايه لما نبقى نتكلم في الحرق يعني. ولكن الفلسفه العبقريه العظيمه في فيلم بويلنج بوينت هي ان هو كله شوط واحده. شوط واحده. انا هو اسكم نتناقش بس هل شوط واحده؟ بقول له هو شوط واحده. شوط واحده, شوط واحدة. إيه معنى واحدة. ان الفيلم اتصور انا لا انا مش انا لما اتفرجت عليه بقى فهمتك. شوط واحده. هل الفيلم كله متصور شوط واحده فعلا؟ هقول لك حاجه. في خدعه. في ممكن ماسكينج صح؟ في 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 شويه سيكونسز تسمح لهم بان هم يقطعوا ويكملوا تاني. زي البنت لما دخلت الحمام وكانت قاعده بتعيط. أيوة. زي الجدع اللي طلع يخرج الزباله بره وكان ظهره خد الكادر كله. هم بيعتمدوا على كادر فريم حته بس يعني اديني فريم الشاشه تضلم بس ده انا ممكن اعمل بيه الدنيا اقلب بيه الدنيا ده بس لما تيجي تركز لا في سيكونسز طويله فاشخ انتربتد طبعا طبعا وسيكونسز معقده لدرجه مش معقوله بس اللي انا اقصده انه اكيد مستحيل جبار تمثيل حلو الجغرافيا بتاعت المكان انا ادركت والفيلم خلاص بيقرب يخلص ان انا عارف كل ترابيزه فين يعني هما بيقولوا ترابيزه 7 انا عارف ترابيزه 7 فين وعارف ترابيزه 4 فين وعارف ترابيزه 13 فين لا وبعدين اوري لك شكل المطبخ بمختلف الاقسامه معلومه بقى جباره ده مطعم بجد وده مطبخ بجد ايوه واسمه زي ما هو كده مش عارف اسمه ايه اند سونز هما دخلوا دوروا هناك ده ما ادناش اولا عبقريه الاكسبوزيشن في انك تفهم كل الشخصيات قدمها لك في الاول من خلال الهيلث انسبكتور المفتش بتاع الصحه بالظبط اللي عدى عليهم واحد واحد عرف عرفك الشخصيات صح في ظرف 30 ثانيه عرفت كل شخصيه مين وبتشتغل ايه وبقى لها كام شهر بقى لها كام اسبوع بقى لها كام يوم بقى لها قد ايه بتشتغل في هذا الموضوع وده عمل كذا وده هو وطبيعتها عامله ازاي وده ما اعرفش ايه عرفت عنه كل حاجه وبعد كده دخلك في الصراع بتاع الليله نفسها علشان تفهم تركيبه مشاعر الشخصيات دي اتجاه بعضها عامله ازاي وتجاه الزباين لان الزباين طبع مختلفه وتشكيلات مختلفه وهم نفسهم جوه المطبخ في ناس بتحب بعض وناس بتكره بعض وفي ناس شايفه ان ده مجتهد وفي شايفه ناس ان ده متواكل وان دوت بياكل عليا حقي وان دوت مرتاح علشان انا بتعب والاحداث زي الست اللي كانت حامل واللي بيغسل معاها مثلا يعني انا بالنسبه لي الحته دي كانت واتفرج على الانتقال يعني انت في اتنين بيتكلموا مع بعض واحد عدى معاهم فجاه الكاميرا راحت سايباهم راحت واخداه هو رايحه معاه لغايه الترابيزه وبعدين فضلت على الترابيزه لغايه لما في واحد تاني جه راح واخداه ورجع معاه جايباه ما اعرفش مين ودايما تحس ان احنا في مسرح الحياه يعني احنا فجاه بنروح على ترابيزه تانيه بينما ناس بتتكلم في حوار يعني معنى كده الناس دي كانت بتتكلم اوف كاميرا يعني قبل ما تروح لهم دول كانوا دايرين كانوا شغالين انا كنت لسه بتكلم مع عمر امبارح والفيلم على المستوى الابداعي حاجه فوق الوصف يعني ما حصلش يعني لا يعني رغم ان انا كنت بقول كان في حتت كنت بقع منهم شويه كنت بحس اللي هو ايه برتابه او بملل شويه اللي هو خلاص انا عايش معاكم جدا يعني اللي هو ايه لدرجه اللي هو ايه انا مقضي معاهم يوم اللي هو ايه شفتكم في الاول وانتوا بتتكلموا وبتاع بعدين الموضوع ابتدى ايه يقلب بسنه زهق بس الفيلم من اول ثانيه لاخر ثانيه مهما جالك لحظات ملل هو بيجي تاني يصحيك 10 اضعاف يعني انا بصراحه ما حسيتش بلحظات ملل خالص لا انا حسيت حتت شويه كده لا يعني اقول لك حاجه حلوه انا لما شفت الفيلم ما كنتش عارف ان هو بهذا الستايل ففي الاول انا افتكرت ان المخرج او المونتير نسي يمنتج اوكي هو واقف بره المطعم ايوه فين يا عم طب كات روح البشر اللي بعده يعني فين الكاميرا الثانيه لحد ما جمعت ايه ده وان شوت ده واخدني معاه جوه ولكن هو كان ذكي جدا ان هو يعيشك التجربه خلاص في عيب في الفيلم ده هو عيب وميزه الجو بتاعه يعني جو النص ضلمه ده ظلم قوي اللي هو انا مخنوق وهو قاصد ممكن قاصد طبعا بس انا ك نهايه او رساله وصلت لي انا مخنوق انا عايز اشوف نور يعني بيرنت مثلا الفكره ان هو جاي كمان قصاد فيلم قمه في البهجاجه والالوان يعني بيرنت مثلا مع انه في شتاجه بس
بس كالرفول جدا ولابسين ابيض والمطعم نفسه مضيء جدا في بيرن طبعا. لكن ده عكس، فده كتجربه خلقتني شويه. ولكن هو قدم كل اشكال المطبخ من جوه، من الغسيل للكاشير للناس اللي تحت البار لانواع الزباين، الشله، الفاميلي، الانفلونسرز، قدم كل حاجه بالصياعه، بالذكاء، بتسلسل، من غير ما تستغرب انت، مش قلت هو ده جه ازاي او ده حصل ده، انا شاري اللي هي الانجيجمنت مش عارف ايه وبتاع، كل الحاجات دي ده تمثيل. زي ما انت قلت، تمثيل للشخصيات الثانويه. البنت الفرنسويه في اللحظه اللي اكتشفت فيها انها عملت مصيبه، شفت تمثيلتها ازاي؟ خبر ابيض. لا المشهد ده عموما كله على بعضه البنت خطير. هي البنت اللي بتستقبل دي لما اخذت الكلام اللازق ودخلت الحب، اللي هو هي وهي بتقول لها، عينها دمعت شويه كده ومسكت نفسها ومت داخله، ايه ده؟ ده 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 ايه ده؟ وشعور بقى هو مش والبنت لما قدمت الطبق وقال لها، وقالت له الشيف بيقول لك ان هو، لما اللحظه اللي انتقمت فيها هي سكتت وبعدين ما بقتش قادره. ودي فيها حته ذكاء رهيبه جدا، ان هو وراك انه في كذا قسم، في اقسام، وكل واحد عاوز يقدم القسم بتاعه بغض النظر عن الثاني عامل ايه. ده بيقدم دوره، انا عايز اقدم احلى حاجه للزباين، والمطبخ عمال يولع جوه، والمطبخ عايز يعمل عنده مشاكل جوه، وانت عمال تعمل، فاهم؟ والحته كمان بالذات بتاعه الغسيل، اللي هو جايب لك الموظف اللي هو بيرمي الشغل على غيره، يعني هو جاب لك كل انواع، وفي نفس الوقت الموظفين محبوب. هو دمه خفيف وسكر وبيهزر وبيعمل، فالناس كلها على قلبها زي العسل. هم جابوه صح، جابوه صح جدا جدا. وبرده بويلينج بوينت تطرق لنقطه شبيهه بالنقطه اللي تطرق لها بيرنت، اللي هو الستريس اللي بيقع على الشيف، فبيخلي الشيف يفقد حياته أو يفقد الحاجات، ان هو زي ان هو مش عارف يشوف ابنه او بنته، مش فاكر، زي ان هو عندنا كام فيلم عمل حياته الزوجيه اتدمرت حياته. لا بس انا في حته عجبتني في بويلينج بوينت، انا حاسه عملوا كده، هم قعدوا كده قالك هو ايه البوينت احنا المفروض يعني هنناقش ايه. حاسه مثلا كتبوا كل النقط وعرضوها كلها، الشراكه، البرزنتيشنز، مشاكل التوريد، الحساسيه مع الكاستمرز، يعني قدم لك يعني مفيش حاجه في الاكسبيرينس المطعم او إيه المطبخ بشكل عام الفيلم ده ما تطرقلهاش. صحيح، ناقش كل حاجه بذكاء، مسرح متحرك بذكاء. بالظبط، قوي جدا. حتى الناس المهم ان في وسط كل الدوشه ديت ما نساش يفرجك على الاكل. بالظبط، انت عندك شوتس اكل في التحضير وفي التفنيش وفي السوى وفي الكلام ده كله كومبريهنسيف. لا وبعدين بقول لك هو الوحيد اللي تطرق كمان للادوار الثانويه جدا في المطبخ، زي الغسيل وزي يعني غسيل. بالعكس، اداهم مساحه ان هو يبين ده الناس دي بتتعب في ايه، ده بديله كميه مواعين رهيبه، وواحده حامل والراجل لا يعني. تصدق انا حبيت الفيلم اكتر واحنا بنتناقش فيه دلوقتي عن لما اتفرجت عليه. الفرجه بتاعته الصراحه يعني فكره الضلم، انا بقول لك هو ظلم قاتم شويه، انا حاسس عيب يعني. هو قصد يعمل، هو قصد يديك احساس الكلوستروفوبيك، الناس دي كلها محبوسه. اثر عليك كمشاهد في الاخر تجربه المتعه كمتعه. طب ويلي وونكا، ويلي وونكا اللي اتعمل منه بعد كده تشارلي، واللي عمل فيه مؤخرا تيموثي شلامي، عمل تيموثي شلامي بورس الصحاري، عمل ويلكم، ده خلاص بقى اسمه الرسمي ويلكم. عايز اقول لك بقى حاجه، انا كانت اول مره ان انا اشوف ويلي وونكا بتاع نسخه 71، وعايز اقول لك اني شفت تشارلي اند ذا تشوكليت فاكتوري اللي هو 2005، وانا بالنسبه لي انبهرت انبهار غير عادي بنسخه 71، يمكن اكتر من نسخه 2005. مع العلم ان نسخه 2005 كانت طبعا جرافيكالي اعلى بكتير جدا، انا عم نتكلم في حوالي 36 سنه تقريبا، ففرق امكانيات رهيب طبعا. ويلي وونكا اند تشوكليت فاكتوري 71 كانت امكانياته، انا على فكره في عنصر الغرابه واللي ممكن برضه نميل عليه، ان هو مطلوب انه يشعر المشاهد بشويه قلق او شويه خوف او كلام زي ده، الامكانيات البدائيه بتخوفني اكتر. اوكي، فكره ان ده مصنع فيه تجارب مختلفه، والتجارب دي ممكن تنتهي بان الطفل ده يختفي او يروح او بتاع، بالامكانيات البدائيه اللي انت عاملها، بالميك اب البدائي جدا بتاع الاومبا لومبز اللي كان معمول، يقلقني مليون الف مره من شغل الجرافيكس. صح. لا الفيلم نفسه تحس يعني الحاجه وهي مش جرافيكس، الحاجه وهي معموله شكلها مبهج اكتر بكتير من وهي انت شايفها جرافيكس. يعني الشكل مثلا بتاع الجوس اللي بتبيض بيضه ذهب،
السيت اب نفسه اللي عاملينه مبهج والوانه مبهجه بشكل رهيب عن لما انت تعمله مصنوع او تعمله كروما وتشغل انت او بتاع. ف لا انا ويلي وونكا كان مبهر. وبالنسبه لي كمان الحاجه كمان اللي كانت مبهجه جدا بالنسبه لي في الفيلم ان الفيلم مش ميوزيكال بس بيقدم اغاني. واخد بالك؟ فلا الفيلم من اول ثانيه لاخر ثانيه انت مستمتع، انت عمال تتفرج على انواع مختلفه من الاطفال بمختلف البيئه اللي جايين منها، الطفل البسيط الغلبان اللي هو بيشتغل اصلا عشان يعيل اسرته، الطفل اللي هو اهله بيعملوا كل حاجه، الطفل الشره، الطفل مع كمان الفيلم نفسه بالطريقه بتاعته، طريقه تنفيذه مبهره على ان هو 71. يعني انا بالنسبه لي انا بتفرج صحيح، لا انا مش قادر اصدق ان الفيلم ده من 71، يعني فات عليه لحد النهارده حاجه و50 سنه. لا انا عموما في رايي في تفاصيل ويلي وونكا جين وايلدر هو افضل ويلي وونكا طبعا. انا ما شفتش تيموثي الصراحه، بس ما بين هو وجوني ديب جين وايلدر طبعا. لا عمله حلو، عمله حلو جدا. وانت يعني انت بتتفرج لحظه الانفعال، لحظه اللي في الاخر لما انا مش عارف هو بيعمل كده ليه، بتعمل كده ليه وليه سبته وليه. لا فيلم وكل الادوار يعني معموله بشكل حلو، كلهم لزاز. الولد الصغير لذيذ جدا، الجد خطير، العائلات نفسها حتى اللي فيهم بايخ برضو عاملها بشكل حلو. فيلم قمة في البهجة والجمال. وبالنسبة لي هو صعب الماتش جدا لان هما بعاد تماما عن بعض، حاجة قمة في البهجة وانترتيننج جدا، وحاجة سينمائية بقوة ولكن not on the same level of entertainment يعني. بس ما اناش رايك في ويلي وونكا. لا 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 ده انا كنت قاعد قمة في الانبساط والله، حرام عليك. انا شايف ان اللي ظلمه ان هو قديم. يعني لو احنا انت شفت بتاع جوني ديب زمان قوي برضو، بس 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 انا قصدي حاجه، انا ما تاثرتش قوي لما اتفرجت على خالد لما يقعد ان هو قديم. لكن ويلي وونكا هو عشان قديم وهو تنفيذه صعب قوي قوي اتاثر، محتاج يعني كان محتاج التكنولوجيا بتاع دلوقتي يتعمل نفس ده بتاع دلوقتي، فانا مش قادر اشتري، يعني مش قادر اشتري. بالعكس انا انبهاري كان بسبب النقطه دي. لا انا مش يعني انا مش عنصر انبهاري ان انا مش مصدق ان ده 71 ده من زمن. يعني وقتها عندنا احنا حتت وحتت كتنفيذ 71 ده، يعني الفيلم بيطلع بالعافيه. بص هي مدارس الصراحه. يعني احنا من الحلقه اللي فاتت لما كنا بنتكلم على البلوت تويست، لما جينا نختار ممثل لبلانيت اوف ذا ايبس جبنا الفيلم الاصلي القديم. لان الامبرفكشنز اللي فيه مثيره للاهتمام اكتر. يعني طبعا الجداد الجرافيكس الجبار 3 جي ما اعرفش بيرفورمانس كابتشر وايموشنز كابتشر والحاجات العظيمه دي بتوع زمان كانوا لابسين ماسك صح، ومع ذلك كانوا يقلقوا اكتر، كانوا مثيرين للاهتمام اكتر. دي نفس المقارنه اعتقد. فده اللي انا بقول ان انا هنا انا حسيت بس في مدرسه زيك. مشهد يعني مثلا بتاع الولد الصغير وهو بيقع في الشلال وبعدين بيتسحب وبتاع، انا حسيت المشهد حقيقي، يعني اللي هو حقيقي بجد عن التاني، على الرغم ان التاني كان يعني دي شكلها ميه لونها بني، التانية كان شوكليت وقع في الشوكليت. فانا هنا حسيت المشهد حقيقي، حسيت اللي هو فعلا في قلق، في الولد بيغرق وبتسحب وبتاع وما اعرفش ايه. ما انا بقول لك العنصر البصري فيه والتسليه اللي فيه، انا ما بحبش الافلام. يعني انا لو جبت لي حاجه قديمه وحاجه جديده وقلت لي اختار، انا هختار الجديد هتفرج عليه. بالنسبه لي اتفرج على حاجه كجرافيكس اعلى وكشكل اعلى اكيد هيبقى احلى، بس ده فاجئني. اوكي ده بصريا فاجئني ان هو لا فيلم سابق لدرجه انك تصوت له. طب خليني انا في الاخر، انا لم استمتع بيه. استمتع ودي كان اول مره اتفرج عليه، ولا قارن انت زي ما قلت برضه خرج جميع. انا استمتعت جدا بخرج، انا استمتعت خالص. مفيش، انت مش بقارن. لا انا مش بقارن، خرج تحدي التعقيد البصري الاثنين مع بعض. انا بقارن ده قديم، انا مش ده قديم، لا هو بالنسبه لي ده قديم، بس ده ليفل عليه كان صعب قوي الصراحه. وانا انا انا ممكن ابوت، انا بويلينج بوين طبعا صوت، مع انه انا في كذا مشكله بس هو طبعا تفوق عليه
بتضرب ايه النسبيه؟ لا بويلنج بوينت في تقدير الشخص مشكلته الوحيده نهايته. نهايته؟ اه ممكن. انا حسيت ان في اللقطه ديت الكاميرا كانت ماشيه معاهم زي الفل، وبعدين الراجل اللي كان ماسك الكاميرا اتشنكل فقال لك بس جد سطب لي قفل لي على الفيلم ده. هنعيد كل ده على فكره. انت تعرف ان في مسلسل اتعمل؟ اه في مسلسل يكمله. في بجد والله؟ اربع حلقات. اوكي ده اسمه ايه؟ بوينت برضه؟ مسلسل بنفس الكاست نفس كل حاجه. ده على ايه؟ على بي بي سي. معرفش بقى ده نجيبه منين. بس نزل يعني. لا ده مش جديد كمان يعني، ما بقاله بقى السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت على نصها كده. أيوة. على روتن توميتوز تقريبا عليه بتاع 17 ريفيو ولا حاجه، ده تقريبا كل المقاد اللي شافوه. انا بويلنج بوين برضو للاسف. اوه طيب خلاص، انت اجلت الفوت لدرجه انك مش هتفوت. alright no reservations وتشاف. نو ريزرفيشنز دوت اخر عهدنا بكاترين زيتا جونز، وهي لسه هي لسه فيها الرمق، وهي لسه كاترين زيتا جونز. كان 2007 نو ريزرفيشنز تقريبا. انا شفته زمان ومش فاكر، ما رجعتش راجعته بصراحه. حسيت انه هيخسر اي ماتش هيتنزل فيه. بص هقول لك حاجه، بعيد عنك نزل له حته ماتش يعني مش يعني. بص هو انت عارف هيلعب مين؟ هيلعب شيف. هي الفكره ان شيف هو اكتر فيلم تقريبا في الافلام دي كلها تطرق للاكل بشكل مباشر جدا 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 يعني. يعني اكثرهم يعني اكثرهم ك ك ك ان هو مباشر يمكن هو شيف. الشيف السائم حياه الفاين دايننج وبتاع برضو عندنا نفس الثيم بتاعه الشيف اللي الضغوط خرجته عن شعوره فتسبب في مصيبه. فبيرجع يبني نفسه من اول وجديد. فبيرجع بس بيرجع بقى ايه، بيرجع عن طريق ان هو الكومفورت فود برضه، ان هو تراكوي، ان هو يسيرف الناس، وان هو الكلام ده خطير خطير. شاف فيلم لا غبار عليه. انا بس حابب اتكلم عن نو ريزرفيشنز. نو ريزرفيشنز بالنسبه لي كان فيلم انا اتبسطت بيه جدا، وكمان انا شفته مرتين. انا اكتشفت اني شفته قبل كده في مشهد النهايه. اوكي يعني انا بشوف مشهد النهايه. انت رجعته؟ أوكي. انا بشوف مشهد النهايه قلت ده انا شفته قبل كده. بالنسبه لي هو فيلم ممتع جدا جدا. يمكن هو ما فيهوش اي بلوتس، او يعني هو فيلم رتيج، فيلم قصه عاديه يعني، ما فيهوش حاجه هتحصل غريبه او بتاع، بس برضو هو ستيل فيلم ممتع. روم كوم بسيط جاب لي العناصر. حسيت ان هو اعتيادي. ما هو زي ما انت قلت اعتيادي، بس انا بتفرج انا مستمتع يعني. أوكي. مش متضايق خالص. جاب لك شخصيتين للشيفات، ودي حقيقه فعلا. في شيف بيبقى على طول واخد الموضوع على صدره، وفي شيف دايما يقول لك لا المطبخ بتاعي بيقلبه اوركسترا فعلا يعني، يبقى قاعد بيغني ويهزر ويضحك وبتاع. هو بالنسبه له مهما كان مضغوط، هو السبيريت بتاعه ان هو الشيف الفرفوش مبهج وبيبهج الناس اللي حواليه، ده ثابت في كل في كل انواع الضغط اللي بيتعرض لها يعني. بينما هي لا كانت مختلفه برضو. حته بنت اختها برضو حته يمكن حزينه شويه. الرومانتك لا انا بالنسبه لي كان لطيف يعني، انا بتفرج مستمتع برضو. فهو فيلم بالنسبه لي على كل الاصعده الصراحه كان جامد جدا. بس هو داخل في ماتش ما يعلم بيه. انت عارف في فريندز كان في مشهد لما اختها راحت تزورها، وبعدين قالت لها لما تموت وانا اللي هاخد ايما، وبعدين بتقول لها بعد ما تموت هاخد اما واربيها، عندنا جيت ميك اوفر عندنا جيت مارد، فقالت لها هيرز يور موفي. هو ده هو ده نو ريزرفيشن. لا 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 هو فيلم بسيط بساطه رهيبه يعني، بس ممتع يعني، تقعد تتفرج عليه ما تتضايقش. انا بتفاجئ من ان نو ريزرفيشنز الريتنجز بتاعته احسن من بيرنت. انا شخصيا افضل بيرنت على المزرفيش. اوكي نوعين مختلفين كجانر. التشاف ومش التشاف انا فاهم، بس ده يعتبر رومانتك كوميدي، فيلم رومانتك كوميدي بحت ثيمد شيفات يعني. كان ممكن يتعمل بنفس الطريقه من غير ما يكونوا شيفات. كول سنتر، شغالين في كول سنتر عادي. والله يبقى نفس الحاجه. موظف مبتهج وموظفه ستريسد على طول، اتجمعوا وبتاع، وفي الاخر فتحوا الحاجه بتاعتهم، فتحوا مركز كول سنتر مع بعضهم. ايه راي حضرتك؟ شيف طبعا انا ممكن اتفرج عليه تريليون مره. اوكي انا تقريبا اتفرجت عليه تريليون مره. تريليون مره يعني رحله في قمه المتعه اللي في الدنيا. ما شفتش حلاوه
وروح يعني تقعد تتفرج. انا عارف انت حاجه بتحييك من جوه كده, بتديك ريفريشنس كده لجوه, بتشرب عصير بطيخ وبتاكل بطيخ وبتشرب ليمون بالنعناع. ايه الحلاوه والجمال لا وعلاقه ابويه وعلاقته مع الشيف وصحابه, جمال يعني, فيلم جميل. لو كان في ضيوف كتير يعني, كان في ضيوف تقال كتير. هو كان ساعتها في نفس الوقت جون فافرو كان بيصور ايرون مان, مش فاكر انهي جزء. أيوة. فكان بياخدهم يصور بيهم يوم ويرجعهم. بس عايز اقول لك حاجه, وكلهم عملوا المشاهد بتاعتهم ديت جميل ليه. اوكي. جون فافرو هو الوحيد اللي شاف بجد, يعني هيز ا شيف في الحقيقه. قصدك يا راجل؟ ما كنتش. ايوه عارف. لا ما هو ده المبهر في الفيلم, ان الراجل ده هيز ا شيف, هي هاز باك جراوند في الحته دي. واو. لا هو ده ليه, هو ليه على نتفليكس اصلا كوكينج شوز وبرامج طبخ. انا كنتش عارف الموضوع. ما تعرفش الموضوع ده؟ لا, هيز ا شيف, هيز ا ريل شيف. فده اللي اصلا مدي فكره ان هو راجل مختلف من الناس, مش شبه حد تاني, وراجل شيف. فهو انت وانت بتتفرج عليه انت حاسس فعلا الراجل ده مش حافظ. هو الراجل ده مدي روحه فعلا في الفيلم. في نقطة مهمة, ان انا نو ريزرفيشن ما دخلنيش قوي في الاكل كاكل. يعني هو زي ما حازم قال, انت ممكن تفرج على كول سنتر, يعني كان نفس قصة كول سنتر. دي نقطة مهمة جدا. لكن لا, انا شيف اكل. لا بس في لقطات اكل برضه حلوة. لا بس انا ما دخلنيش. باستا ولما ده طبعا باستا مقارنة ولا يجي اي حاجة قدام شيف. انا فاهم, انا فاهم, بس هو شيف عنده مشهد باستا انا فاهم بس سكارلت يوهانسن كل حاجة خطير. سوشيال ميديا, ماركتنج, قصه, كفايه, وقدم كل انواع الاكل من اول الفاين داينينج في الربع الاول بتاع الفيلم, مرورا باكل الشارع كله. انا ادعي ان البوم بتاعت البريسكت في العالم المتسبب فيها شاف بسبب المشهد بتاع الباربيكيو. انت عارف ان في فلاس فيجاس عربيه هو الشيء فيها بتقدم الاكل بتاع الفيلم. واو. انا شفت الموضوع ده امبارح في لاس فيجاس. لا خليك تروح تفتح تراك, يعني تقول انا عايز اقوم افتح تراك دلوقتي, اترك اكل, عايز اقدم سندوتشات, يلا نجيب ونجيب ونقعد ننظف البتاع. عايز تعيش التجربه من كتر ما هي رسمها لك بشكل حلو. هو بس تجربه السوشيال ميديا بتاعته شعريه اكتر من اللازم. يعني ضرب جت كده, اللي هي كل حاجه بيعملها بتشتغل. بسم الله ما شاء الله. بس على فكره برضو يعني اعتقد زمان كان الموضوع برضو كان سهل عن دلوقتي. يعني يمكن نوعا ما, يعني زمان برضو كان الموضوع فيه طرقعه اكتر, دلوقتي الموضوع كتر قوي. تعرف ان لما بيجي المشهد بتاع الفاينز بحول, اللي هو الفاينز اللي ابنه كان عاملها له. أيوة. وهو ليه؟ بتاثر جامد, بعيط كل ما يشتغل لازم اوف, بتاثر فاشخ. فاللي هو ايه, بص انا هبطل اقاومك, انا احولك وخلاص يعني. لا هو فيلم رهيب, وزي ما قلت لك فكره ان هو نفسه عنده باك جراوند في الموضوع مخليه الفيلم فعلا صادق بدرجه عاليه جدا. يعني ده شاف بيتكلم, شاف بيجرب, شاف بيقطع, شاف مش حاجه, ده حاجه هو حاجه في ايده فيها, مش متمرن عليها. انت مش مقدر الاكل اللي مديه لك. اذا شاف طبعا انت انا افتكرتك شلت شاف. لا شاف طبعا من غير ما افكر. حلو دور الثمانيه بتاعنا جامد قوي على فكره. جدا بس كان المفروض ده منيو هنا مش الاستاذ ده. فهم مع بعض بقى. ده بلاتفورم وشوكولاته, اخر فرصه معانا للشوكولاته بعد ما اتسفلتت في الماتش اللي فات. وده بلاتفورم اكتر فيلم ممكن يكرهك في الاكل. مع الوضع في الاعتبار للامانه ان ده بلاتفورم, المبدا بتاع الاكل في البلاتفورم وهو لسه في اعلى دور احلى حاجه, شكله حلو قوي. هو بيتشوه وهو نازل. ممكن ابدا بليز. بلاتفورم الصراحه انا كنت شفته قبل كده وبعد كده شفته تاني. اولا اسمه ما يوحيش بالموضوع. يعني انا فاكر اول حاجه قلت تشوف مثلا قصه تويتر مثلا ولا قصه انستجرام اي حاجه. لا فاكر ده سوشيال ميديا يعني, ده بلاتفورم. قلت ده بلاتفورم, فشوف بقى ايه البلاتفورم. محتاج تتفرج على الاعلانات بتاعهم على فكره. لا بس انا بحب ادخل اتصدم, فاهم؟ انا بحب كده يعني برضه. فدخلت ايه ده؟ فلسفه, في فلسفه بنت لذينه في الفيلم. فلسفه يعني بقى يعني انت تقعد كل ما اقعد افكر في الموضوع, وان هم الناس اللي فوق بتعمل ايه, والنهايه مصر عامله ازاي, وان هم اصلا مش دارين ايه اللي بيحصل تحت. يعني هو يقول لك انا عندي معلومات, الناس اللي جوه هم 201 دور بس, ده في اكتر من ده, في بلاوي, مفيش حد عايش اصلا, ده في تحت القوانين مش شغاله, النار تحت ما بتشتغلش, ومش عارف ايه, في حاجات انت مش دارين بيها خالص.
ففي فلسفة عميقة حقيقي. بشكل مرعب، سطحية في بعض أبعادها وعميقة في بعض أبعادها. ماشي. يعني هو طبعا التجسيد بتاع الطبقات والكلام دوت حرفي بزيادة، حرفي أوه. ولكن رمزية التمرد في رأيي جامدة جدا، بتاعت رسالة التمرد الحقيقية هو ان هذا الطبق يوصل لآخر دور انتاكت زي ما هو. دي كانت رسالة تمرد قوية فعلا. او في حاجة انا حاسس ان اصلا هما ما حدش جالين بحاجة، يعني انا اللي وصل لي ان الناس اللي فوق دي هي فاكرة انه طالما فاخر بينزل مليان وبيطلع لهم فاضي فهم كده راح الناس كلها مية مية واكل وشبعت. لا، وفي بعض الابعاد التانية من الناس انت تفاعلت معهم هو مش فارق معاه، انا في دور كويس مش فارق معايا الباقي فين. انا بتكلم عن الناس اللي فوق. ايوه اه الناس اللي فوق. لا مش الناس اللي فوق في الادوار، هي يعني بتعمل الطبق، بتعمل الاكل نفسه. ايوه أوكي. الناس المنظومه اصلا اللي هو بيعمل لك دايق من حد عشان حاطط فيه شعره. شعرك مين دي؟ شعره دي يا عم، الناس تحت بتموت، يعني الناس بتحت بياكلوا بعض وانت تحت بتعمل بيبي في الأكل. ايوه شعر مين ده؟ شعر مين ده؟ ايه ده الدرجه دي ان احنا مفصولين عن بعض؟ في كميه رسائل ورمزيات مرعبه يعني مسكني. صوت سوداوي قوي يعني، قوي فيلم سوداوي يعني. بس في 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 حاجات كتيره بترمي، حاجات كتيره قوي يعني. ليه اوف سوداوي بدرجه مرعبه. وبالنسبه لي برضو الشوكولا في سوداويات كتير، في بعض السوداويات. بس هو فيلم مبهج، هو فيلم مبهج وبرضو تطرق لل يعني برضو كفيجوالز. لا انت تتفرج عليه تحس انك عايز تاكل شوكولاته لازم يعني. يعني مبهج بدرجه كبيره جدا. الفيلم ده كان نومينيتد لستة اوسكارز ما كسبش ولا واحد فيهم. ستة اوسكارز ما كسبش ولا واحد فيهم. هي نفسها البطله كانت جوليات بينوش. جوليات بينوش وجودي دانش برضو كانت نومينيتد لازم بس اكترس. جولي ده مترشح؟ لا اوكي. مع انه كان حلو. انا حبيته في الفيلم ده، كان كويس، كان لطيف. بس برضو دوره يعني ما كانش يعني الدور اللي ممكن اي حد عادي يعني ممكن. الفريد مولينا، الفريد مولينا كان عبقري. هو هي وازنت نومينيتد على فكره، بس جبار ابن اللذين. كان رهيب، كان رهيب، كان رهيب. المشهد بتاعه في الاخر وهو قاعد مع الشوكولاته وقاعد في حته كده اللي هو اول ما عدى بلسانه كده ابتدى يعني اللي هو ايه ضعف. طب انا كنت انا عامل في نفسي كده ليه؟ انا جاي نفسي. برضه الفيلم يعني تطرق شويه لفكره التعصب الديني او التعصب بشكل عام، الاتجاه المحافظ مقابل الاتجاه المتحرر. يعني تطرق لها. بس الفيلم نفسه كفيلم مبهج جدا، وبدع في الريسبيز بتاعت الشوكولاته. بالظبط. هو بجد ده بقى ده سؤال مهم. البتاع اللي بيدور ده اللي كان بيقعد يشوفه مين ايه المشروع بتاعه ده، بجد حقيقي؟ انت شايف ايه؟ يعني مش عارف بصراحه. ده يعني انت تاكل شوكولاته الفلانيه مش هيتهيألي بقصد يعني بقصد دراما يعني. بالظبط حاجه يعني مش زي نفس الفكره بتاعت بتوع الميشلان ستار بيشتغلوا ازاي. ما انت ما تعرفش اذا كان حقيقي ولا مش حقيقي، بس انت اشتريته جوه السياق وخلاص. أيوة. برضو تطرق يعني. تطرق لنوعيات شخصيات كتير. المدينه نفسها شكلها مبهج قوي في عصر قديم. الحتت برضو اللي كان فيها النهر وشكل المدينه نفسه شكل فيلم يعني فيجوالي جامد. شخصيه الاسيس دي كانت بالنسبه لي شخصيه خطيره، اللي هو على الالف مولينا يقول له بيعدي عليه الورقه عشان يرجع. فيلم خطير. في رمزيه والحته في رمزيه كتير جدا جدا. الحتت اللي هي فيها تطرق للشوكليت او مشاهد الشوكليت نفسها قويه جدا. الشغف اللي هي كانت بتوصف بيه الشوكليت وهي بتتكلم عنه، هي ابدعت بصراحه. ريدي تو فوت؟ طبعا انا ريدي تو فوت. نعملها 1 2 3 1 2 3 1 2 3 شكرا. بلاتفورم. اوكي انت قلت ده بلاتفورم. وات واي يعني واي وات يعني. انا ذا بلاتفورم انا وانا شايفه في الفوتنج انا عارف ان هو يعني لو انت جاي تخسر قدام اي حد. لا بس انا استمتعت بيه. يخسر قدام اي حد الى حد كبير يعني، مش عارف يمكن النقاش كان يعمل مفاجآت. ممكن كان يكسب قدام فول الصين العظيم مثلا. جوليا ان جوليا ذا 100 فود جيرني. انا ذا 100 فود جيرني من اجمل الافلام اللي تطرقت للاكل والثقافه والشيفات والثقافه لا 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 يعني المشهد بتاع مع الاعتراف بالسياده الفرنسيه بالظبط. ميك مي ان اومليت ده مشهد بالنسبه لي خطير جدا.
فيلم حلو قوي، زي ما عمرو قال برضو، وانت قلت تطرق لفكره الثقافه، ثقافه الفرق، ثقافه المطابخ، دي ناس هنا، دي اسره بسيطه بس عندهم مطبخ، عندهم حاجات اوثنتك كتير يتكلموا فيها. جوليا فيلم عظيم، ولما اسمها، بما اننا اصلا بلوجرز يعني في حته الاكل، انا بتفرج، انا مستمتع وانا بشوف اللي هي بتعمله، ان انا راجل مثلا بعمل ريسيبيز بس انا مش بروفيشنال، فكنت مستمتع جدا وانا بشوف المراحل اللي هي بتمر بيها علشان تعمل ريسيبي. حاجات كتير بتخيش، انت مش تبقاش عارف تخيش ليه، لان انت بطبيعه الحال مش دارس ده، او مش ديب انتو ذس. فانا بالنسبه لي كان فيلم ممتع جدا ولمسني جدا، انا شفته قبل كده ورجعت شفته تاني، يعني نفس الموضوع. شفته بعين مختلفه. ده هاند فود جورني انا شفته قبل كده ما رجعتش شفته تاني. وانا نفس الحاجه برضو، انا شفته في الطلعه دي. جوليان بس عيبه القاتل بالنسبه لي ان نهايته كانت محبطه بشكل، بالعكس ده انا يعني كنت حاسس ان انا بتفرج على حمامتين في السماء الزرقاء فوق النهر الازرق، واقعيه بالنسبه لي، والنهايه رجعتني على ارض الواقع شويه. اللي هو لا ما الصوره مش جنه قوي. عامه هو طبعا طبعا المرور الزمني بين الزمنين او بين البلدين مع الزمنين كان مبهر، تغير الزمن، تغير الطباع، تغير التحديات، تغير الكلام ده كله. مبهر ده غير طبعا كاست يعني، فاهم؟ بس ميريل ستريب كلت ايمي ادمز، كلتها. طبعا يعني ايمي ادمز انت لو تتفرج على الجانب بتاعها لوحده وتنسى الجانب بتاع ميريل ستريب، هي عامله دور حلو قوي بنت اللذين. الا انها واحده بتعاني من بعض الصعوبات اللي بيسموها ايه، اللي هي المينتال ويلنس والسايكولوجيكال ويلنس، هي عليها تحديات كتيره قوي وفشلت في حاجات قبل كده، مش مقدره نفسها او حاسه نفسها ان هي فشلت، فبتحط لنفسها تحدي على امل انها تنجح فيه. فالموضوع مأثر على اعصابها جامد لما بتعدي باللحظات بتاعه الفشل، بينعكس عليها، باين هذا الموضوع. بينما الثانيه في ميه البطيخ العمليه، احنا براحتنا، احنا ورانا ايه، احنا في فرنسا يعني. ومع ذلك الثانيه مش ممكن. وشوف الروعة بتاعت نقل مشاعر من مشاهد بسيطة، يعني في مشهدين بس في الفيلم كله بتفهم من خلالها قد ايه الست ديت قلبها محطم عشان ما بتخلفش. ما تقلش فيهم اطلاقا انها ما بتخلفش، لما عدوا البيبي جنبها فهم كانوا بيتمشوا، ولما جالها الجواب بتاع اختها حال. ميرل ستريب ديت انه جاب لك مهما كانت مبتهجة لليفل احنا شايفينه متوحش، الا ان هي في حياتها الخاصه عندها تروما مرعبه. في دوكيومنتري على فكره انا شفته على او اس ان، مش عارف موجود على او اس ان، انا شفته اللي بيحكي قصه حياتها. رائع جميل. وتطرق للحاجات بقى اللي الفيلم ما تطرق لهاش، اللي هي الكارير بتاعها في التلفزيون وفي الحاجات دي. ذا 100 فوت جيرني ده الصراحه يعني عجبني قوي طبعا، صراحه الحضارات ده، وان كل واحد ماسك فكره ان انا الاصل وانا الاجمد وانا اللي مش عارف ايه، عجبني قوي الصراحه. بس في حتت كتيره حاسس ان هي كانت مش منطقيه ساعات، تقديمها بشكل غريب، التطور بتاعها كان غريب قوي. عجبني وعجبني طبعا ان هو فكره ان هو قدم ان في موهبه، وان في ان الثقافات ممكن تدخل مع بعض، والجو ده كله التطوير بصراحه يعني حته الموهبه ديت اوفر ريتد شويتين. في ناس بيبقى عندهم فعلا فعلا عندهم طبعا في حاجه اسمها طباخ موهوب بشكل ما حصلش، مش يعني حصلش. احنا بنسميه عندنا النفس شويه، اصل ده يعني الواد ده زي ما هما باعوه، ده ميسي. بص في حد انت ممكن تلاقوا حاجه اقول لك ايه ده، يعني ده هو مثلا خمس صوت عادي كلهم زي بعض. يعني انا بشوف ان هي باشن اكتر من ان هي موهبه يعني. اوكي. بس هي شيء يعني مكتسب، يعني شيء يعني الرسم مثلا موهبه، لو في حد ما بيعرفش يرسم انت مش هتعرف تخلي الغنى موهبه، لو حد صوته وحش انت مش هتعرف والطبيخ كده هتعرف تدوق اصلا. انت هتدوق حاجه، انت هتزود وهتنقص وهتحط وهتضيف وهتقول. ايوه بس حاجه تقدر تكتسبها يعني برضو من خبرات. يعني انت مثلا ممكن تكون واحد ما بتعرفش تدوق او ما عندكش التجربه دي، لما تجرب مثلا 200 صوص عندك شغف لازم. بالظبط، ما بقول لك هو باشن اكتر من ان هو موهبه. جرد. يعني جوليا اسمها جوليا اخذني في رحله معاه اكتر من رائعه. ولمسني فكره طبعا البلوجينج او السوشيال ميديا دي،
اللي هو يعني كنا بيتكلمنا هي كانت ضعيفه جدا في الوقت ده بالمناسبه، كان البلوج بلوج ومش عارفه اتابع كم واحد بيقرا البلوج بتاعه، جالها كومنت طلع مامتها لا يعني لمسني ولمس فكره ان انت يعني مع انه قديم برضو مقارنه بالسوشيال ميديا يعني وكده، بس فكره برضو ان ممكن الاهل يبقوا ضد البدايه بتاعتك شويه ويقول يا عم ركز في الشغل بتاعك ومش عارف ايه، لا فهي قامت مكمله بعد كده ومامتها هي اللي بقت تشجعها. ده بيخاطب جيل دلوقتي موجود هو اصلا بيعيش التجربه دي بالظبط. فكره انك برضو انك ان انت بقول لك دايما ما تقابلش البطل بتاعك. فاهم؟ صح. انا وقتها انا في الوقت ده حرق طبعا، انا وقتها لما سمعت الخبر وقيت بتكرهني انا كنت قاعد مع مراتي بقول لها ليه؟ بتكرهها ليه؟ انا ضايقت قوي، ضايقت جدا، طب ليه بتكرهها؟ بعد كده قلت ممكن منطقي مثلا يعني هي مثلا حاسه ان هي طلعت على قفاها مثلا ممكن، او ما قدموش تبرير مش اخطاش الموضوع. قعدت بقى انا قعدت اسرح بقى، هو اداني بقى الحته دي هو ليه بتكرهها ليه؟ هي عشان طلعت ممكن يكون عندها وجهه نظر فاليد عامه يعني مثلا اللي هو فاهم ان هي ما درستش انها معرفش يعني معرفش ايه اللي وصل لها، بس اتضايقت بس ان هي ما ضايقتنيش الصراحه، بس اتضايقت من اللي حصل. بس هو ليه رساله وانت شرحتها كويس قوي يعني دونت ميت يور هيروز. وفكره برضو كبقى كفنيات التنقل بين الزمانين مظبوط سموز جدا كده رايح يمين شمال بتداوبني وتوريني ال 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 لا ولقطات الاكل برضو كمان الابيض والاسود فكره برضو توريني ايه اكتر طبق عجبك؟ انا البطايه البط انا عايزها يعني انا عايز الشيء ده في حياتي جدا. كان نفسي اكل او اشوف البتاع يتحرق في الفرن ده اللي هو ما عملته الستول اللي عملته ده عملته تاني بس يعني بس انت ما شفتوش تاني مره ما شفتوش كنت انا اشوفه اللي هو اتحرق بس انت ما شفتش لا ليه جابوه شوت هم بيغرفوا منه في القعده مش عارف حاسس ان الشوت بتاعه هو محروق هين عليا اقول لهم طب على فكره دي ممكن تتاكل يعني ما هو ما انتهاش قوي ما فيش مشكله جابوه تاني بعد كده ما شفتهاش جابوه عملته تاني بعد كده جابوه شوت بعدها اوكي لا انا عجبني جدا الصراحه الفيلم بشكل خطير يعني وفاجئني انا يعني برضو وده شفت لي اي حاجه عمر جوفه اصلا ايه ده في حاجه اسمها كده اصلا فانا طبعا انا هفوت جولي انجليا طبعا اوكي ذا 100 فوت جولي ذا 100 فوت جيرني عجبني في النص الاولاني بتاعه ان كان فيه رايز اند فول كتير يعني زي ما في حاجات حلوه في حاجات وحشه في حاجات حلوه في حاجات وحشه نمشي خطوتين وبعدين نقع نمشي خطوتين بعد النقع وبعدين فجاه ميسي دي نقطه مهمه قوي انا زي ما انت قلت هو في عقبات حصلت بعد كده مره واحده طريق مفتوح اللي هو يا عم ما فيش اي حاجه حصل بعد كده خلاص بقى ما فيش اي مشاكل انا في ذا 100 فوت جورني عجبني علاقه هيلين ميرن بابوه القط والفار اللي كانوا بيعملوه دوت كان حلو قوي وعجبني جدا المشهد لما كان في المطعم الثاني وشم الانديان سبايسز مساله حلوه قوي من اللازم. واذا ننتقل لدور الثمانيه فيلمك لسه موجود؟ فيلمك لسه موجود؟ يس وانا على عكس توقع كل الناس اللي بتفرج فيلمي لسه موجود. هانجر يقابل راتاتوي خلصانة ومعها خرزانة خلاص يعني مش محتاجة طبعا واضحة وصريحة مش محتاجة يعني هو هانجر عدى بالعافية اصلا عدى بماتشو هانجر ده لو كان جه في وش خرج ولم يعد كان خرج ولم يعد قعدوا في بيته يس انا اتفق بيرنت وذا فاوندر دي بالنسبة لي صعبة صعبة يعني صعبة لان الفيلمين بالنسبة لي على نفس الدرجة من التسلية يعني فيلمين مسليين جدا بس واحد بيتطرق للبزنس من بره واحد بيتطرق للمطبخ من جوه بس انت هتقيسها ازاي لا يعني بعاد قوي عن بعض يعني مش عارف بعاد قوي عن بعض هو مش شبه بعض خالص بعاد قوي 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 بس انا يعني هين عليا ممكن اكسب واحد لونه موجود شويه معانا عشان قدام اعرف بعد كده اعرف فاضل مثلا اوكي انترستنج فاهم لان هو ذا فاوندر ملوش لون خالص موجود في الترابيزه خالص تمام هو مميز صح. قوي تمام بنت انت لا انت ممكن تقعد تفاضل بين حاجات تانية كتير في اوجه شبه كتير جدا موجوده
طب ما تيجوا نشوف اللي شبه بعض. اللي شبه بعض شويه بيرنت وراتاتوي وبويلينج بوينت وتشيف. شوكولا مش شبه حاجه خالص. لا ذا فاوندر مش شبه حاجه خالص. جوليا مش شبه حاجه خالص. صح. اوكي. فبنت قدامه تقريبا في اربعه موجودين دلوقتي يقدر انا ممكن افوت. ممكن اقتحم وافوت. ذا فاوندر. احنا اللي احنا قلناه دوت او حالك بالعكس انت عاوز تنوع. لا انا يعني لما فكرت بين الاثنين اكيد لو قلت لي اتفرج تاني هتفرج على ذا فاوندر. يعني لو قلت لي اعيد الفرجه على حاجه. بص هو انا للامانه انا مستحيل اروح اتفرج على واحد من الاثنين. بس هو السؤال لو الاثنين اتعرضوا قدامي في التلفزيون هتفرج يعني فجاه ده على قناه وده على قناه تانية. الحقيقه مش عارف. انا هفوت بيرنت. ليه يا عم؟ ما عشان سسبنس. انت بس ونجتش ولا مره لغايه دلوقتي؟ ايه انا بس... انت بس ونجتش خالص. المره الجايه نزنقك. المره الجايه الماتش دوت يتهيألي هيبقى سهل والماتش ده ممكن يبقى صعب. اوكي بيرنت وذا فاوندر. احنا نفعل صلاح المقاطع. بيرنت. اوكي قال ذا فاوندر. قال انا ذا فاوندر الوحيد اللي اعرفه بتاع منس. منس اشمعنى؟ بيجي في بالي معرفش. لسه واكل من عنده امبارح. بويلينج بوينت واتشاف. اوف بس هو صراحة ايزي. طيب هو الشعور. هو نهائي مبكر من اللذين. الشعور شيف ادال. انا الصراحة بقول لك هو يوم هو مثال للفيلم السينمائي فيلم مهرجانات من الاخر. فيلم بولينج بوينت ليه تقله قوي. وفيلم تاني تجاري مسلي. شيف دوت لما اتعرض طار تحت الرادار ولا حد حس بيه ولا حد دري بيه. وبعدين لما ابتدى يتعرض في التلفزيون وابتدى الناس تتفرج عليه الورد اوف ماوث بقى ابتدى يشغله فعلا. جميل برضه شيف روحه حلوه. انا بقول لك بولينج بوينت خنقني كفرجه. خنقني تمام. ناقش قضايا كتير جدا وحلوه وبذكاء. بس شيف ممتع اوفر يعني. ايزي جدا بالنسبه لي شيف طبعا. ايزي جدا بالنسبه لك شيف طبعا. انا بقول لك انا بويلينج بوينت قبل ما نقعد نعمل حلقه النقاش دي عليه. لا انا لما تناقشنا فيه انا بصيت له بمنظور مختلف تماما. ان هو فعلا تطرق لكل ديتيل قد كده هو يخص المطعم او المطاعم. من اول حتى فكره اللي هو المفتش اللي جايين الصحه عشان دي عندهم حاجه هناك عارف غايه في الاهميه. فاكر مسلسل دبار؟ دبار. انا شايف ان دبار هو التطور الطبيعي بتاع بويلينج بوينت. ان هو وانا انا انا كيريوس شويه نعرف مين فيهم اللي جه الاول. بويلينج بوينت اظن ادم. النقطه اللي في بويلينج بوينت اللي فاجئتني رغم ان احنا طبعا واحنا بنذاكر الحلقه ديت عدينا على كل الريستورانت بيزنس تقريبا وعرفنا كل ابعاده. فكره ان يجي عليك يوم ما عندكش انجريدينت. في انجريدينت من بابه انا ما عنديش فيل. اتصرف غير المنيو هتنزل ما فيهاش ده. بس انا اعتقد عارف اختار انت ايه. الموضوع سهل بالنسبه لك قوي. ماشي انت جاهز ولا؟ انا جاهز. قول. انا شيف. شيف فرنف. بويلينج يا جماعه علشان بس نبقى واضحين الحاجات ديت يعني تقدروا تشوفوها ازاي. راتاتوي 100% موجود على ديزني. اي حد مشترك في ديزني هيلاقيه. بيرنت موجود على شاهد. دي حاجه غريبه قوي. سربرايزنج لما عمرو قال لي امبارح انا موجود على شاهد. قلت له ازاي؟ لو حد حابب يتفرج عليه شاف يتهيألي على او اس ام نتفلكس. موجود على نتفلكس. نايس. بويلينج بوينت للمفاجاه موجود على تود. تود لو حد عايز يتفرج عليه. شوكولا ما اعرفش لان ما رجعتش شفته. ما لو انتوا عارفين سيما ايجي ديد. شو تعطيه سيما وبس. اي كان نوت اندورس ذس مسج. جوليان جوليا على نتفليكس وهيخلص الشهر ده. خدوه 31 مارس اخر فرصه للحد عايز يشوفه. ده دعايه مدفوعه الثمن. ودعايه من غير ولا مدفوعه الثمن ولا حاجه. يكشي يكون عندهم دم. شوكولا وجوليان جوليا. فيلمين ستاتي. اليوم العالمي للمرأة والحاجات دي. والحاجات دي وكده. انا ابدا اولا انا خايف على سوينج. انا ولا هتعملوا ايه؟ سوينج انت. جوليا جولي. مم. مم.
اصلا حد حاسس ان السيمي فاينل هيبقى حادق في حاجه فده جاي حاجه تموع النفس بصراحه. وبعدين انا بوردر لاين دايابيتي اساسا فما يعني فاهم. اوكي اصل انت ما ينفعش اساعد الشوكولاته. اوكي بس شكله حلو قوي انا بموت فيه على فكره. لا هو الفيلم نفسه الفيلم بقول لك الفيلم قوي والفيلم يعني مش شاله خالص خالص فيلم ديب بشكل كبير. وفعلا في اداء تمثيليه لجولي دانش عامله حاجه عظيمه. اه على جانب الاخر جوليا جوليا في رباعي البطوله الاربعه هايلين ويعيني اللي دايما بيداس والناس ما تاخدش بالها منه ستانلي توتشي اللي كان عامل جوزها جميل جمال ابن اللذين ومساعد يعني هو كان حجر اساس محترم جدا في الفيلم يعني راجل مثالي قوي في الزوج مثالي جدا. ولما تسمع الحكايه الحقيقيه هو كان كده فعلا والله يا اوكي الحكايه الحقيقيه اخر فصل فيها هقطع قلبك والله فظيع على وسعنا. انا شفت على وسعنا شوكولا ولا جوليان جوليا صعب صعب يعني برضو جوليان جوليا كان مبهج قوي. شوكولا فيه بيجمع برضو ما بين البهجة والصراحة ايزي من السوداوية. لا خلاص جوليان جوليا يعني كده كده محسومة عمره هيقول جوليان جوليا ف تمام انا جوليان جوليا تمام ما عنديش مشكلة. كنت هتقول جوليان جوليا كده؟ طبعا طبعا ده نصف معنا سيمي فاينل منطقي يكاد يكون مثالي بس انا عايز اقول حاجه بويلينج بوينت كان المفروض يكون ممكن بنت الصراحه حاسه قضى واحد فيهم حقيقي لذلك فرتاتوي في النهائي انا كنت اختار بنت والله بتهزر والله انا حبيت الفيلم ده جدا جدا. عندك كيس عايز تدافع عنها ولا لا 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 حبيته يعني حبيت احنا هننزل لك بالنقد لوحده وهنخلص يعني. ممكن اختار بنت انا كمان مش ايه ممكن اختار بنت انا كمان ممكن اختاره لا اصل انا بيرنت بالنسبه لي كان حاله مش مصدقه لا حاله كان حاله جامده قوي بصراحه يعني حاله جامده القصه نفسها الستوري لاين الكاست زي ما اتفقنا الفيلم كفيلم مش واخد اللي يستحقه يعني. انا بقول لك انا شفته قبل كده اما رجعت شفته تاني حسيت لو يا جماعه ده فيلم جامد جدا بعيدا حتى عن الثيم. انا مش عايز اقول جامد جدا بصراحه يا حازم انا عايز اقول ان هو فيلم كويس رغم ما اشيع عنه. انا مع مهدي طب خلاص لكن هو فيلم برضه في كتير من تفاصيله اعتيادي اللي بيرمي كيرف بول في موضوع الريستوران بيزنس دوت هو بويلينج بوينت. الباقيين كلهم تقريبا نفس الفورمولا وعمالين نعيدوا ونزيد فيها باستثناء ده مينيو طبعا اللي انتوا خرجتوه اللي مش فاهم ما انا ماليش دعوه. لا انا والله انا كان الاختيار جد صعب جدا بالنسبه لي بس انا ذا فاوندر ده فيلم انا بعشقه. انا مش فاهم جوعت قوي ما هو ده احنا يا جماعه هذه الحلقه كان المفروض نقول كده قبل ما في اول الحلقه لا ينصح بيها قبل الفطار. انا جوعت قوي. شيف وجوليان جوليا ده بالنسبه لي النهائي اصلا ده النهائي بالنسبه لي. اكتر فيلمين ادوني تجربه اكتر من رائعه بالنسبه لي كعمر. ممكن اتفرج عليهم تريليون مره افتحهم كده اتفرج عليهم كتير قوي. المود بتاعهم السيكونس بتاعهم الحلاوه السيناريو كل حاجه كل حاجه خطير خطير. انا مش عارف انا الصراحه يعني مش عارف اختار بجد مش عارف اختار. انا هعرف اختار. انت كده معروف اختار ايه بس حازم بقى شوف هيعمل ايه ادينا. طيب خلينا نخليه هو اللي سوينج المره. قول تاتاتشف. لا مش هات سوينج. شفت بقى شفت لا شف انا مش زعلان بس بصراحه جولي انا جولي على فكره بجد انا عايز اعرف حاجه. هو انا تقريبا ما حدش قبل كده رشحهولي. اوكي ده ابويا وامي شافوه بتاع 9 مرات. انا ما حدش لعلمك ميسوجيني ايه ذكوري بجد والله. جوليان جوليا دوت الناس ما بتحبش ترشحه لبعض علشان هو فيلم ستاتي قوي. ما حسيتش كده. هو فيلم ستاتي ما حسيتش لا ما حسيتش ان دي رساله. لا ما حسيتش ان دي رساله يعني. لا مش دي رساله خالص اطلاقا. ما هو جماله ان مش هي دي الرساله بس هم دايما الناس المقعرين في السينما ما بيحبوش يعني يرشحوا حاجات مضطره. انا اتفرج على فيلم بجد حلو قوي 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 قوي. لا 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 بس شايف طبعا جوليان جوليا قصه حقيقيه. الاثنين حقيقيين يعني هقول لك حاجه. جوليان جوليا قصاد شيف هما الاثنين تو جود تو بي ترو يعني دي قصه ايه السكر الجميل ده ايه الحياه اللي ما فيهاش اي مشاكل في الدنيا دي
مع الوضع في الاعتبار ان تشاف قصه خياليه بينما جوني انجولي قصه حقيقيه، فدي تتصدق اكتر من دي، بس دي جباره بنت اللذين. اي لاف ات اكتر بصراحه. النهائي منطقي، شاف يقابر منطقي جدا، منطقي جدا. اكتر فيلمين ممكن برضو تفرجهم تريليون مره عادي برضو، وصعب. فكره الـ يعني هما برضو الـ الامل وان انت تبدا من الصفر ومش كل الحاجات دي، هما اتنين بيناقشوها بيناقشوا نفس الفكره دي بالظبط. انا مش عارف ضري الصراحه برضو مش عارف يعني. لا انا عندي فايز يا راجل. واضح وصريح جدا بصراحه. انت كان عندك استعداد تكسب بنت على راتاتوي اصلا. فانا شايف، وانت اكيد شايف كده فرق شايف. انا عارف هقول لك ايه اللي بيميز شايف عن راتاتوي في رايي الشخصي. انه مش كرتون. مش بس مش كرتون، لان برضو مع انه مش كرتون شايف فيلم كلتشر قوي. يعني هو وكلتشر يعني انا غضبان عليها بصراحه، ولكن لازم احترمها. هي كلتشر امريكاني قوي. يعني هو بيجي قصاد كل الناس اللي بتروح تقول لك الاكل هندي، الاكل ايطالي، الاكل فرنساوي، بيقول لك لا انا عندي اكل امريكاني. بالكلتشر بتاعتي انا اطلع ميامي على البحر، اطلع ما اعرفش فين في الكونسرت الجميل الاندر جراوند اللي موجود، اروح لارن ما اعرفش ماله الراجل بتاع الباربيكيو دوت، اتفرج اوريكم يعني ايه بريسكت، اوريكم يعني ايه بنيه اللي بيتعمل في الزيت ديب فرايد. ما بيجملش الاكل، بيطبخ بالبتر وبيديب فراي الحاجه. البيوتي شوتس بتاعت الاكل يمكن بقى من لسه 16 بيسموها فيلم، بيسموها فود بورن. يمكن من لسه 16 فيلم هو اكتر فيلم جوعي 100% كجوع. شاف والله انا ساعات بهرب منه من التلفزيون علشان لا ما تخلينيش اقوم اكل. هي بس واحد خلاص انا فايز كده. انا برضو اختار نفس الحاجه بصراحه يعني. عن اقتناع؟ 100%. لا انا بحب فرق الطباخ قوي، او الخضريه بالصلصه، بس طبعا راتاتوي يبقالوا بكل تاكيد التفوق في مشهد التذوق. خطير التفوق في مشهد التذوق. حلو دي. شف عنده مشهد تذوق حلو الحقيقه، بتاع البريسكت برضو. لما كان بيقطع لهم البريسكت بالمطوه الصغيره دي، وكانوا عاملين ياكلوا فيها مش عارفين يبطلوا. قال لهم ده مخزون اكل، انتوا هتخلصوه انتوا قاعدين ولا ايه؟ شف هو اللي يكسب. يستاهل. شف يستاهل. نايس. انا بالنسبه لي كان في مثلا 2-3 في دي يستاهلوا يكسبوا، بس نهايه مش حاسين ان هي اوبفيس قوي يعني. اوبفيس. ده بقى دي من فينالات مهدي عندنا في يعني بتهيألي دي اكتر كسبته المحشي. مش جايين في قناتك وبتاع، كنا عملنا بلوت تويست من اللي انت بتحلم بيه. تعالى نسيبها للناس، اصل انا بصراحه مش متاكد. ستريم قوي يا جدعان. انا خلي بالك طالعين في القناه مختارين شيف. كسموا ده بلاتفورم جديده نتفرج عليها. حاجه مقرفه. كسموا ده بلاتفورم، ده حاجه مقرفه ممكن تتفرجوا عليها. ده بالنسبه له زي طاجن العكاوي. ايوه انت شايف كده بجد والله؟ ايه؟ اصل انا حاسس ان المنطقي من القايمه ديت كان راتاتوي مش شاف. لا انا بالنسبه لي وسالتين، انا كنت متخيل ان راتاتوي يخرج مبكرا رغم انه في الرسوم متحركه. لا مش لدرجه، مش عشان الرسوم متحركه، علشان في حاجات قويه يعني، حاجات جامده قوي يعني. اللي هو ايه، تمام ده حلو في مرحله عمريه تمام، حتى واحنا كبار مسلي. بس هنتكلم بقى، هنتكلم اكل لا، في ناس شفتوا الطلعه دي داخلين يطحنوا في بعض. ايه شفت الطلعه دي؟ شفته؟ لا لو كنت شفته كنت هتغير رايك. لا انا فاكره، انا شفته كتير. فاكره يعني. انت لما تحط لما تتفرج على دول دلوقتي وتتفرج عليها دلوقتي، هتبدا تلينك حاجات. طب بيناقش دي وبيناقش دي فاهم، بيطرح حاجات والله جدا. انت ما استخدمتش على الطفوله، ده مختلف. على سبيل المثال بويلينج بوينت، لو احنا هنتكلم بقى سينمائيا، بويلينج بوينت ممكن يكون اقوى حاجه في الحاجات دي. انا موافق، واخد بالك. بس في الديبارتمنت بتاع الفود بورن اللي كنت بقول لك عليه، مش حدش يكسب شيف يا جماعه. بالظبط. شيف لا محدش يكسب شيف. لا شيف جولي انجولي ممكن. لا 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 ينطح معاه بالنسبه لي الصراحه. لا ولا ينطح. لا شيف كان في مشاهد. لا فعلا لا ينطح يعني. يعني بص، يوصل معاه النهائي ويخسر. ايوه يوصل معاه النهائي بس يخسر. ماشي مش مشكله يعني، مش دي الفكره، بس ينطحوا. عاوزين الناس تقول لنا في التعليقات انتوا شايفين ان فوز شيف منطقي، ولا في ناس اتفاجئت بيه؟ ولو في حد اتفاجئ بيه وما شافش تشاف قبل كده، يا باشا يور ويلكم بجد والله، يور ويلكم. انت هتقضي شويه وقت من امتع ما يمكن، واحنا سعداء
ان احنا بنرشح الفيلم دوت للناس عشان يتفرجوا عليه. الحقيقه التوقع بتاعكم جوليا انجوي. نايس حلوه. شف بيرنت ايه؟ لا حازم يا حازم ده حاجه اتفرجت عليها. لا ما اعرفش تاثرت بالفيلم، تاثرت بيه تاثر كبير جدا. شف ايوه ايوه انت إيه؟ شف ان شف علشان ايه؟ لو حد مركز معايا يحس ان انا كتبت كلمتين. حلوه حلوه. لا انا 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 لو كان النهائي شف وذا منيو كنت هنكت، ما كنتش عارف اختار مين. اوكي بس لا انا مقتنع وشايف انه الراجل ده انا جولي انجوليا وشيف كنت اختار جولي انجوليا. ليه بقى؟ عشان انا مس عندي فكره السوشيال ميديا دي والبلوجينج. هو تشيف دوت ما فيهوش سوشيال ميديا؟ لا كحد هو بيعمل ده يعني هو 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 اكتر شيف، هو كهيرو هو بيعمل ابن هو اللي كان. انت هنا ده مثلا هي كانها هو محمد حازم، هو بيطبخ وبيعمل وبيدوكومنت يعني لمس قوي عندي الحته دي في الحته دي دلوقتي، عشان كده انا اتاثرت بيه قوي الصراحه. السؤال الاهم بقى بعيد عن كل الكلام ده، انبسطتوا بالحلقه؟ جدا جدا والله. لا التجربه قاعدين مع الدود يعني الرحله كلها من ساعه لما عملنا الليسته ورجعنا نشوف الافلام. انا بقول لك انا امبارح الواحد شفت اربع افلام، فانا لا احب اشكرك اصلا انا اتفرجت على خرج لم يعد مصر. حبيبي يا ريس. يعني يعني فكره انا عمري ما اتفرج عليه. عارف ايه الفيلم اللي عمري ما كنت هتفرج عليه واشكرك عليه جدا 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 ما خليتني اتفرج عليه؟ ولي وونكا. اوكي. يعني عمري في حياتي ولي وونكا ده انا شفته في القناه الثانيه في التلفزيون المصري. عمري ما كنت هشوف النسخه دي تماما ولا لو حصل ايه. نفس الكلام شفتها واتبسطت انبساط. انت بقى لو اكتشفت العالم دوت ارجع شوف افلام جين وايلدر كلها. اوكي. عنده منهم ثلاث او اربع افلام عملهم مع ريتشارد براير. اوكي. منهم واحد اسمه هير نو ايفل سي نو ايفل و اللي هو كان طالع واحد عام واحد عام واحد عام واحد عام. ايوه ايوه. مش ممكن. يعني مدرسه كوميديا ما حصلتش راجل جين وايلدر دوت. قشطه دودز، زي ما احنا انبسطنا بهذه الحلقه نتمنى ان انتم كمان تكونوا انبسطتوا بهذه الحلقه وسمعتوا حاجه من مخارج الفاظي اللي باينه ديت. انا الحمد لله اني ما دخلتش في نوبه من نوبات الكحه والحاجات الصعبه دي، ونتمنى جميعا ان الناس ديت ما تتعميش مني بسبب التصرف غير المسؤول اللي انا عملته دوت. يا ريت تعرفونا في الكومنتس رايكم في الحلقه، رايكم في الماتشات، لو لعبتوا اللعبه ما بينكم وما بين نفسكم كسبتوا مين في النهايه. اي رساله لجمهور فيلم أشكرك. جامد احب اشكرك يا استاذ احمد. والله فعلا بجد شكرا ان انت صدقتنا، تجربه جامده جدا. انا مبسوط ان انا موجود في فيلم جامد، حاجه يعني بتفرج يعني انا 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 من الفانز بتوع، فكوني موجود فيها دي حاجه تخليني سعيد جدا ان احنا في فيلم جامد وان احنا معاك. طبعا الف شكر لحضراتكم على المشاهده، الف شكر لحضراتكم على المشاركه. باي 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 باي.